انسحبوا يرحمكم الله، نداء وإن بدأ جادا فهو مثير للشفقة. انسحبوا يرحمكم الله، نداء وجهه عدد من النشطاء للمشاركين في مهزلة الحوار الوطني للانسحاب الفوري بعد الحكم على الباحث باتريك زكي بالسجن 3 سنوات واعتقاله على الفور داخل قاعة المحكمة. انسحبوا يرحمكم الله، ربما كان الانسحاب قرارا مؤثرا لو أننا أمام حوار وطني حقيقي، أو أن هناك ضغوط تمارس ضد النظام من قبل المشاركين فيفرج النظام بموجبها عن معتقل الرأي وهم آلاف، ولكن الصورة مخزية وعبثية ومثيرة للاشمئزاز. نظام عسكري مجرم لا يعرف حوارا ولا يحترم مشاركة ولا يضع اعتبارا لمن وافقوه على الوجود في مسرحيته الهزلية. مهرجان السجن للجميع هو شعار الحوار الوطني وشعار السيسي وشعار النظام المجرم الذي يحبس أضعاف ما يطلق سراحة. مهرجان السجن للجميع، المواطن البسيط، المعارض السياسي، الصحفي، الباحث الأكاديمي، لو سافرت للدراسة وعدت في زيارة، لو عارضت أو كنت من حزب الكنبة، السجن هو مصيرك، فالجنون هو الحاكم، والحاكم بات مجنونا بالعظمة والسلطة وقوة السلاح. نظام أغلق الباب أمام الجميع إلا باب واحد فقط، هو باب السجن، بل السجون التي بناها ليملأها بأبناء هذا الوطن. إن كان هناك من لديه بقية من عقل داخل هذا المشهد المجنون فليطلق سراح باتريك زكي، وليعتذر لمن شاركوا في مهزلة الحوار الوطني، وليقرأ على الجنرال تاريخ الأيام الأخيرة في حياة من سبقوه، فالنهاية دائما ما تكون متشابهة. السلام عليكم وأهلا بكم، آخر كلام وحلقة جديدة. وقبل ما نبدأها بالعناوين، رسالتين على السريع. الرسالة الأولى: كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، ربنا يتقبل من الجميع الطاعات. الرسالة الثانية الحقيقة رسالة شكر لحضراتكم لكم اللطف والود والكرم والمشاعر الفياضة اللي غمرتموني بها في اليومين 3 اللي فاتوا، لما قلت أن والدتي بتمر بظروف صحية وبتخضع لعملية جراحية. الحقيقة آلاف الرسائل في كل حتة، في تويتر وفيسبوك ويوتيوب وعلى الواتساب وفي كل مكان، فالحقيقة ممتن جدا وشاكر جدا لحضراتكم هذا الاهتمام، واستمروا الحقيقة في الدعاء لأن الوالدة محتاجة دعوات الصالحين. خلونا نبدأ حلقة آخر كلام بعد غياب عنكم لأربع أيام بالعناوين. الحكم على الباحث باتريك زكي 3 سنوات بتهمة إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج. ومصر تقول: مصر انتهجت سياسة التمسك بالأخلاقيات مع تركيا وقطر. وبعد إصابته بضمور العضلات بطل رفع الأثقال ينهار بالبكاء، حد ينجدني. شوف، انت تعودت مني في اخر كلام، ويمكن من قبل اخر كلام، من اول ما بدأت امارس هذه المهنة منذ 10 سنوات تقريبا، اتعودت ان انا مش بقول حكم مسبق على اي حاجة، ولا اؤمن بنظرية المؤامرة الكونية، ولا اؤمن بنظرية انه هو بيعمل ده عشان دي تمثيلية، ومش بتهم حد ومش بخون حد الا بدليل قاطع وهكذا يعني. فعلى مدار السنين اللي فاتت كان في مبادرات كثيرة الحقيقة تقاطعنا معاها صحفيا وناقشناها على المستوى الصحفي، وناقشنا سياسيين وهكذا، وكان من بين هذه المبادرات ما يسمى الحوار الوطني. آخر كلام كان شاهدا على الحوار الوطني، استضفنا في الأيام الأولى لي مؤيدين للحوار الوطني ومعارضين، اتكلمنا بالتفصيل هل يا جماعة في أمل؟ وكان الخط العريض أو السياسة التحريرية الواضحة لآخر كلام: لو أن الحوار الوطني هو وسيلة لإنقاذ حياة معتقل واحد فقط فأهلا وسهلا. لو أن الحوار الوطني هو وسيلة لإيقاف نزيف السجن، إيه نزيف السجن؟ إن أنت بتاخد الناس من بره تدخلها السجون، الباب الوحيد اللي السيسي فتحه ومقفل في وشنا كل الأبواب، فأهلا وسهلا. لو أن الحوار الوطني هيكون ضمانة يبقى فيه تحريك للمياه الراكدة سياسيا وفي مشهد سياسي حقيقي، فأهلا وسهلا. وكنا نتعامل مع الأمر، مش عايز أقول بجدية أو بأن هو أمر عبثي، لكن كنا بنتعامل معاه بموضوعية، وبنريد أن نعطيه فرصة، لأن هناك ممن يشارك في هذا الحوار الوطني من أحسبهم
على خير من الناحية الوطنية، إن الناس دي مشاركة لأن هم عايزين فعلا صالح الوطن، وإن هم كان منهم معتقلين سابقين وكان منهم ناس منفيين في الخارج، وبالتالي لم نصدر حكما باتا على هؤلاء المشاركين في الحوار الوطني. أما وأن حالات القتل بالإهمال الطبي داخل السجون ترتفع، أما وأن حالات المعتقلين ومن يتم إلقاء القبض عليهم هي أضعاف مضاعفة لمن يتم الإفراج عنهم منذ بداية هذا الحوار الوطني، أما وأن باتريك زكي الباحث بيتحكم عليه النهاردة 3 سنين وبيتقبض عليه من قاعة المحكمة وبيروح اسم شرطة جمصة تمهيدا لنقله لأحد السجون، ففضوها سيرة يا جماعة، فضوها سيرة كرملكو. أنا هنا بنقل صوت نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر اللي بيقولوا الناس انسحبوا أكرم لكم مش يرحمكم الله. لو هناك بقية من كرامة لأي شخص لديه بقية من وطنية داخل ما يسمى بمهزلة الحوار الوطني فليصدر بيانا قبل نهاية هذه الليلة ولينسحب من هذا العبث. حد هيقول لي دلوقتي أسامة أنت مصدق ينسحب من يدي تمثيلية؟ يا سيدي تمثيلية، أنا بقول لو أن هناك أي شخص لديه بقية من وطنية وحرص على صورته وعلى المشهد العام في مصر بعد اللي حصل النهاردة الصبح ينسحب أكرم له يا جماعة. يعني خلاص أنتوا كده هنقول أنه مش بس السيسي اللي قديم ملوثة الدماء، لا أنتوا كده هتبقوا شركاء وشركاء حقيقيين الحقيقة. تعالوا نشوف تفاصيل إلقاء القبض على الباحث باتريك زكي والحكم عليه 3 سنوات. ماذا مصر بتقول بتهمة إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج؟ باتريك هو باحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حكموا عليه 3 سنين بإشاعة أخبار كاذبة بحسب مدير المبادرة حسام بهجت. حسام نشر تويتة على حسابه وقال إن هم قبضوا على باتريك من داخل السجن، وانطلقت حملة للتضامن مع باتريك زكي الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا مصر بتفكرنا بالقضية بتاع باتريك زكي؟ في سبتمبر 2021 تم إحالته للنيابة على خلفية نشر مقال بعنوان تهجير وقتل وتضييق حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر في أحد المواقع الصحفية في يوليو 2019. اتكلم فيه عن أسبوع من حياته كمسيحي مصري بيتلقى أخبار تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في أن واحد. إيه اللي في مقال زي ده يخليه يعتقل؟ الحقيقة لو أنا تعاملت مع السؤال ده بجدية أنا باخد أصلا النظام ده على محمل الجد، وهو نظام عبثي، نظام وصل لمرحلة من جنون العظمة لا يليق أن احنا نتقاطع معاه بأي شكل من أشكال الجدية، لأنه اللي بيحصل ده فاق مرحلة الجنون. وأنا كتبت الكلام ده النهاردة الصبح، النظام ده لازم حد يقعد مع عبد الفتاح السيسي يجيب له الصفحات الأخيرة في عصور ديكتاتوريين سبقوه، يقعدوا معاه ويقروا له فلان الفلاني في دولة كذا اللحظات الأخيرة أو السنوات الأخيرة أو الشهور الأخيرة في حكمه كان اتخذ قرارا بكذا وكذا وأصيب بجنون العظمة فكانت نهايته بالشكل ده في مصر في مش عارف فين في كذا. هاتوا له يا جماعة نماذج وقعدوا اقروا عليه النماذج دي وقولوا له يا عزيزي انت رايح في 60 داهية، انت رايح لدول برجليك انت. تعال نشوف بعض ردود الأفعال على اعتقال باتريك زكي على مواقع التواصل الاجتماعي. حسام بهجت قال حكم بالسجن 3 سنين على باتريك جورج زكي الباحث بالمبادرة المصرية على خلفية مقال رأي منشور، الحكم غير قابل للاستئناف أو النقد، تم القبض على باتريك في المحكمة تمهيدا لنقله إلى قسم شرطة جمصة. تغريدة أخرى من نجاد البرعي، وده موقف مهم، ده موقف مهم من نجاد البرعي. الحكم على حقوق باتريك زكي بالحبس بتهمة نشر أخبار كاذبة من محكمة أمن الدولة طوارئ جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني بلا جدوى. قبلت العضوية كمتطوع في محاولة مني لتكسير الفجوة بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها، ولكن لم أنجح. أعتذر عن الفشل وأتنحى عن العمل العام تماما. نجاد البرعي بيستقيل، بينسحب من الحوار الوطني. ماذا عن الآخرين؟ ايه يا جماعة لو انتم ممسوك عليكم حاجة قولوا لنا، لو انتم متهددين بحاجة قولوا اتكلموا، لكن عرفونا هتنسحبوا زي نجاد البرعي ولا لا. تغريدات ودعم ايضا ولكن باللغة الانجليزية هذه المرة. منى سيف اتكلمت برضو على موضوع باتريك زكي انه مقال واحد قاده للسجن 3 سنين في مصر، وعملت منشن لريشي سونك وإيمانويل ماكرون وللحساب الرسمي للرئيس الامريكي جو بايدن.
تغريدة أخرى من ريان دي وولش اتكلم برضو على موضوع باتريك زاكي إن هو واحد من ألطف وأرق الأشخاص اللي عرفهم في حياته، وهو عمره ما قبله قبل كده، لكن بعد حبسه بيتكلم على موضوع الحبس وهذا الحكم الغريب من السلطات المصرية. الحقيقة أنا مش عارف النظام المصري ليه بيعمل في نفسه كده. الساعات القليلة الماضية في حملة تضامن كبيرة جدا دولية مع باتريك زاكي، في مقالاتها تكتب، أنا بقول لحضراتكم، لأنه باتريك حالة من الحالات اللي الميديا الغربية مهتمة بيها قوي. الراجل كان باحث في إيطاليا، ويعني من الحالات اللي الميديا الغربية هتسلط عليها الضوء بشكل كبير. فأنا بس بقول عبد الفتاح، انت الحقيقة مش ناقص، يعني انت امورك بعافية شوية ووضعك صعب، فالحقيقة انت مش ناقص يعني ان انت تجيب لأهلك الشتيمة وتجيب لنظامك الشتيمة وتقارير تطلع تاني والدنيا تتقلب على دماغكو في الاخر تضغط عليك وتطلعه. طب ما ليه؟ طب ما اعقل وطلعوا الراجل وخلوه يروح يسافر ايطاليا يكمل دراسته ويكمل حياته اللي انتوا دمرتوها. هنروح للخبر التاني اللي هو كوميدي جدا الحقيقة. الخارجية المصرية بتقول ان مصر انتهجت سياسة التمسك بالاخلاقيات مع تركيا وقطر. طيب تعال نشوف قال ايه السفير احمد ابو زيد. بيقول لك ان احنا انتهجنا سياسة النفس الطويل. جميل. التفاعل والتمسك بالاخلاقيات الخاصة بالسياسة الخارجية المصرية في تعاملها مع تركيا وقطر في وقت أكد أن هناك خطوط حمراء في التعامل مع الملف السوداني غير مسموح بتجاوزها. أنا عايز أقف هنا شوية وعايز بس أفتكر مع سيادة المتحدث، هو معليك لما طلع رئيس الدولة قال أن في دول تعداد سكانها ما يجيش محافظة في مصر، تعرف تأكل وتشرب مصر وانت بتتدخل في شؤوننا ليه؟ معلش، هو سيادة الرئيس كان بيتكلم على مين؟ لان انا مش واخد بالي، بس إن لم تخني الذاكرة، كان بيقصد قطر ولا كان بيقصد حد تاني؟ هو اعلامك لما شتم امير قطر بوالدته وكان بيجيب سيرة والدة امير قطر كل يوم وبيشتمه وبيقول ابن فلانة وهكذا، دي كانت ايه؟ الاخلاقيات الخاصة بسياسة الخارجية؟ ده اخلاقيات بصراحة بلس اتين. يعني انتوا لما كنتوا بتخوضوا في عرض السلطات القطرية اميرا وابا واما، دي كانت اخلاقيات يا راجل؟ طب وتركيا اللي كانت داعمة للارهاب، واردوغان اللي كان مش عارف ايه، واردوغان اللي كنتوا بتقولوا عليه قردوغان وبتشبهوه بالقرد، دي كانت اخلاقيات السياسة الخارجية؟ يا جماعة ما احنا عايشين والله لسه الحمد لله، ما احنا شفنا الحقبة السودة بتاعتكم، شفنا الردح والشتيمة، شفنا الأخبار الكاذبة، شفنا تلفيق القضايا، شفنا اتهام بالتخابر مع قطر وتركيا ومش عارف ودعم الإرهاب ودعم، ما احنا شفنا الكلام ده. انتوا الضغط على زرار المصالحة ما بين السعودية وقطر فرحتوا زي الكذا لمؤاخذة اتصالحتوا مع قطر، وبعد كده في مصالحة عامة في المنطقة فرحتوا بوساطة قطرية اتصالحتوا مع تركيا. فبس ما تطلعش دلوقتي تقول لي اصل احنا سياسه النفس، بلا نفس طويل بلا نفس قصير، لولا تدخل، مش عايز اقول امر، لولا تدخل الاشقاء في السعوديه وقطر ما كان لمصر ان تتصالح لا مع قطر ولا مع تركيا. فما تطلعش تنظر علينا دلوقتي يا سياده المتحدث وتقول لي اصل اخلاقيات المهنه، اخلاقيات يا عم صلى على النبي. نروح للخبر الثالث. بعد إصابته بضمور العضلات بطل رفع الأثقال ينهار بالبكاء حد ينجبني. طيب القصة دي الحقيقة قصة متكررة. احنا بنتكلم على أبطال أولمبيين أو أبطال رفع أثقال أو أبطال في ألعاب القوى مش بيلاقوا اهتمام لو حد فيهم حصل له حاجة. لسه كنا من أسبوعين ثلاثة بنتكلم على أم أحد الأبطال اللي بتبيع الميدالية الذهبية بتاعته لأن مش عارفين ياخدوا المكافأة ومش عارفة تعيش. تعالوا نشوف هنا علاء أحمد بطل رفع الأثقال قال في تصريحات إعلامية، أنا مش فاكر بالظبط المرض ده جالي إمتى، لكن من سنة بدأت أصابع يدي تخس ولكني لم أهتم بالموضوع، فوجئت بخسسان قدمي اليمنى ثم اليسرى، رحت للدكتور قال لي إن عندي التهاب في الأعصاب، طلب مني بعض الفحوصات والأشعات. نكمل معاه كده ونشوف هل تواصل مع حد. بيقول انا مش معايا فلوس، رحت مستشفى المنصورة الجامعي، اجلوني فترة، خدت معاد، قالوا لي عندي التهاب في الاعصاب، استمريت في العلاج الطبيعي 5 شهور بدون نتيجة، رحت لاكتر من دكتور، رحت المستشفى الجامعي فحصوا فحوصات كتيرة جدا ومحاليل ومش عارف ايه، لكن ما كانش فيه اي نتيجة. طب المسؤولين فين بقى؟ هو بيقول هنا انا عايز حد ينجدني وينقذني من اللي انا فيه. لما عرفوا ان عندي تصلب جانبي ضموري قالوا لي حالتك ميؤوس منها، لكن في طبيب كتب لي علاج بيبطئ الحالة، قال لي يا اما العلاج او السفر للخارج. ايوه حضرتك المسؤولين فين؟ يعني هو الراجل عنده ضمور عضلات ربنا يشفيه وعنده دواء العلبة بتتكلف 2600 جنيه وكلام زي كده. انا بسأل تاني، هو اتحاد رفع الاثقال عندنا فين؟ هو وزير الشباب فين؟
هم المسؤولين فين ورئيس الجمهورية فين؟ معلش أنا آسف، هي المؤسسة العسكرية اللي بتنتج رياضيين على أعلى مستوى وبتنافس المنتخبات القومية دلوقتي، في كل بعثة بتلاقي المنتخب الوطني وبتلاقي المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية فين من الرجل الطيب ده؟ إيه يا جماعة، ليه مش بتدعموا أولاد مصر ولا المؤسسة العسكرية دي لناس وناس؟ طب يعني الرجل ده مثلا لما مثل مصر وكان بطل في رفع الأثقال، هل هو بيدفع ثمن ده؟ هل المفترض ان الراجل ده مثلا كان المفروض يسافر قطر ياخد جنسيتها او اي دولة تانية وتطلعوا تعيطوا وتتهموا بالخيانة والعمالة؟ الحقيقة كل حاجة وعكسها بتحصل في البلد دي. سيادة المتحدث باسم الخارجية، ما تفرجونا الاخلاق السياسية والرياضية والدبلوماسية في التعامل مع بطل مصري. يعني الراجل ده يستحق الحقيقة من النظام المصري ومن الدولة المصرية انها ترعاه، تتكفل بعلاجه لحد ما ربنا يتم شفاؤه على خير ويقوم يقف على رجليه مرة تانية. المنطقة بيحصل فيها حاجات غريبة جدا الحقيقة. لو من 4-5 سنين كنت واقف معاك على الشاشة هنا وفي شاشة تانية وقلت لك انه في خناقة حصلة ما بين ولي العهد السعودي ومحمد بن زايد رئيس الامارات، وانه يا جماعة ولي العهد السعودي شايف ان الامارات طعنته في الظهر وانه في ازمة، هتقولي لا انت بتألف، هتقولي مستحيل يا عمي دول حلفاء. لكن النهاردة الصبح الول ستريت جورنال، الصحيفة الأمريكية المرموقة، بتنشر تقرير غاية في الأهمية الحقيقة. تعالوا نشوف مع بعض كده وول ستريت جورنال بتقول إيه. جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصحفيين المحليين في الرياض لحضور إحاطة نادرة غير رسمية في ديسمبر الماضي، وجه فيها رسالة مذهلة، قال إن الإمارات حليف بلاده ومنذ عقود طعنتنا في الظهر. تفاصيل كتير الحقيقة في هذا التقرير، تعالوا نشوف مع بعض كده محمد بن سلمان قال ايه للصحفيين السعوديين، ايه نقاط الخلاف ما بين محمد بن سلمان وما بين محمد بن زايد MPS versus MBZ. اهم الاثنين اللي طالعين دول تقريبا المسؤولين عن كل حاجة، مش عايز اقول حلوة، حصلت في المنطقة العربية العشر سنين اللي فاتوا، لكن الحقيقة معظم الحاجات الوحشة كانوا هم مسؤولين عنها. يعني جرائم قتل الصحفيين، الله يرحمك يا جمال خاشقجي، محاولة انقلاب، دعم انقلاب عسكري في بلد عربي، تدمير اليمن، دعم خليفة حفتر. يعني بص، في كوكتيل كده الصورة، يعني الشخصين دول بتجمعهم مليارات وخراب دول، عشان بس نبقى متفقين. يعني طبعا ما بينهم في الخلفية ممكن يطلع عبد الفتاح السيسي، وانا هقول لك عبد الفتاح السيسي في نهاية الفقرة دي بيدعي بايه من النهاردة الصبح. يعني عبد الفتاح السيسي ليس له، او خليني اقولها دلوقتي، خناقة محمد بن سلمان ومحمد بن زايد لو صحت رواية وول ستريت جورنال والتي نفتها السعودية ونفتها الامارات وفقا لتقرير وول ستريت جورنال، وحتى عبد الخالق عبد الله طالع بيشتم وول ستريت جورنال وبيقول ان اللي هيصدقوا التقرير ده مجموعة من المغفلين، بيقول ان في ايديتس هيصدقوا التقرير ده. المهم يعني الدكتور عبد الخالق خلقه بقى ضيق شويه. لكن عبد الفتاح السيسي عزيز المشاهد، منذ ان نشر هذا التقرير ولو كان صحيحا هذا التقرير، فالسيسي بيدعي دعوه واحده بس، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وطلعنا من بين ايديهم مش سالمين، طلعنا من بين ايديهم بقرشين حلوين. فالسيسي ولعوا بعض يا جماعه، بس افتكرونا بقرشين كويسين. ايه الحكايه اللي بتقولها وول ستريت جورنال؟ بن زايد بيشعر بالغضب من محاوله بن سلمان اخذ مكانه. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ محمد بن زايد لما اتعرف على بن سلمان كان بن سلمان في اواخر العشرينات تقريبا، وكان يعني بالنسبه له شاب صغير، مش عايز اقول طفل يعني، لكن كان شاب صغير، وكان بن زايد بيتبناه. وفقا للتقرير هم اتعرفوا على بعض او توطدت علاقتهم ببعض في رحله تخييم في المملكه العربيه السعوديه، ومنذ هذه اللحظه محمد بن زايد بيرعى محمد بن سلمان رعايه كامله وبيعتبره يعني خليفته في الملاعب. طيب وول ستريت جورنال مهنيا راحت للسعودية سألتها، وراحت للإمارات سألتها عن التقرير اللي هتتكلم فيه. طيب مسؤول تحدث نيابة عن الحكومة الإماراتية قال لول ستريت جورنال: المزاعم بأن العلاقات متوترة هي مزاعم خاطئة بشكل قاطع وتفتقر إلى أي أساس. جميل جدا. طيب بالنسبة للسعودية، وصف مسؤول سعودي الفكرة بأنها ببساطة غير دقيقة. يعني يا وول ستريت جورنال اللي انتم بتقولوه ده غير دقيق. طيب يبقى ده هنا الرأي الرسمي للإمارات، وده هنا الرأي الرسمي للسعودية وفقا لمصادر مقربة من السلطة. جميل جدا. تعالوا بقى نشوف وول ستريت جورنال قالت ايه.
بتقول انه محمد بن سلمان بيجري محادثات بشأن الاعتراف رسميا باسرائيل ما قام به الامارات في 2020، لكن تفاصيل الحكاية في ديسمبر اللي فات، ديسمبر 2022، محمد بن سلمان دعا الصحفيين السعوديين لاجتماع طارئ أخبرهم فيه بشكل صريح وفي رسالة مفاجئة أن الإمارات طعنتنا في الظهر. قال بن سلمان أن الإمارات طعنت المملكة العربية السعودية في الظهر، وقال محمد بن سلمان أنه أرسل لبن زايد قائمة مطالب شبيهة بتلك التي أرسلها أيام حصار قطر، اللي هي قطر ما عملتش فيها حاجة. وبعدين صعد بن سلمان من نبرته وقال أن المملكة العربية السعودية مستعدة لاتخاذ خطوات عقابية ضد الإمارات مثل ما فعلت مع قطر. يا ساتر يا رب، محمد بن سلمان واخد الموضوع على صدره جدا الحقيقة، وقال سيكون الأمر أسوأ مما فعلته بقطر. يعني بص، هيضرب الإمارات ضربة قوية جدا، بل بيقول أنه هيقضي على الإمارات كمان. الكلام في التقرير وول ستريت جورنال بيقول أن ملفات التنافس والصراع بين البلدين عالية جدا، وفي مصالح متباينة في الملف اليمني، والسعودية شايفة أن الإمارات ورطتها في اليمن من أجل مصالح إماراتية وسبتها غارقة في وحل اليمن بشكل كبير. كمان بيقول أنه الرياض بتدفع لرفع الأسعار العالمية للنفط، والإمارات بتعارض هذا الأمر بشكل كبير. محمد بن سلمان بيدفع بعض الشركات أنها تنقل مقرها من دبي إلى الرياض. بن سلمان بيقود ثورة لتطوير الرياض زي ما حضراتكم عارفين، المشاريع ومراكز تقنية وجذب السياح من أجل منافسة الإمارات بشكل مباشر. الإمارات على الجانب الآخر شايفة أن السعودية دخلت مجال الاستثمار الرياضي وتحديدا في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي عندما اشترت نيوكاسل يونايتد، والإمارات تملك مانشستر سيتي، وشايفين ان ده مجال للمنافسة. وده اللي أكده مسؤول في الإدارة الأمريكية في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. قال إيه؟ قال إن الشابين أو الرجلين لديهما طموح شديد للسيطرة، وهناك نزاع كبير بينهما لبسط النفوذ، من هي الدولة الأهم، من هي الدولة التي تدير الشرق الأوسط. لكن تناحر الإمارات والسعودية أو تناحر بن سلمان وبن زايد لا يصب أبدا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. ملف آخر من ملفات المتنازع عليها أو اللي مزعل بن سلمان من بن زايد هو ملف السودان. السعودية شايفة أن يجب وقف العنف هناك، والإمارات بتدعم طرف معين وهو طرف حميتي. تقرير الحقيقة اتكلم على مجموعة من الشواهد حتى التاريخية بين البلدين، وبيقول في نهاية الأمر أنه الإدارة الأمريكية مش مبسوطة أبدا من منافسة زي دي، من اشتباك زي ده ما بين السعودية والإمارات، لسبب بسيط أنه لو السعودية والإمارات اختلفوا، لو الشخصين دول محمد بن زايد ومحمد بن سلمان اختلفوا، فده بيصعب مهمة الولايات المتحدة الأمريكية في تكوين تحالف إقليمي يواجه التمدد الإيراني في المنطقة. عن هذا التقرير، عن مصداقية هذا التقرير، عما جاء في هذا التقرير من معلومات، من ردود سعودية وردود إماراتية، عن العصبية الشديدة في رد عبد الخالق عبد الله ووصف من سيصدق هذا التقرير بالغبي أو المغفل، هكذا كتبها باللغة الإنجليزية، عن كل هذا أنقل هذا التقرير وغيره إلى ضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب، دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور. عليكم السلام يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. تقرير غريب الحقيقة، يعني تعودنا أنه في مثلا اشتباك ما بين مصر وقطر، مصر وتركيا، تركيا والإمارات، لكن أعتقد أنه تقرير الأول من نوعه منذ سنوات الذي يتحدث عن خلاف يصل لهذه الدرجة. لقد طعنونا من الظهر وسأقضي عليهم وسأفعل بهم ما لم أفعله بقطر. كيف قرأت تقرير وول ستريت جورنال؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المشاهدين شكرا. خليني فقط يعني بعيدا عن التقرير ومتناوله التقرير في البداية، وأؤكد أن منطقة الخليج العربي غير مستقرة سياسيا منذ حصول عدد من الدول على استقلالها سنة 1971. يعني قطر حصلت على استقلال 1971، الإمارات، البحرين، وسبقتهم الكويت سنة 1963. تقريبا لا يمر عقد من العقود التاريخية منذ 71 وحتى الآن إلا ونشهد تحول في السياسات الخليجية في البينية وليس السياسات الخليجية تجاه الأطراف الإقليمية.
فمرحلة مثلا العقد الأول من القرن 21 اللي هو من 2000 من بعد 2002 حتى 2010 كان عقد التوتر ما بين السعودية والإمارات بهذا الوضوح. عقد التوتر بين السعودية والإمارات، هناك توتر أساسي جذري بين الدولتين على واحة البريمي منذ استقلال الإمارات سنة 71 وتقسيم الحدود، ولكن تفاقمت الأزمات والتوترات السياسية والاقتصادية بينهما في العقد الأول من القرن 21. في 2005 على سبيل المثال كان هناك توتر حول حقل الشيبة، في 2007 قامت الإمارات بتعديل لخرائطها الحدودية متجاوزة في ذلك المملكة العربية السعودية، في 2009 السعودية أوقفت التنقل بالبطاقة الشخصية بين الإمارات بينها وبين الإمارات كتعبير عن رفضها أيضا للسياسات الإماراتية، ولأن السعودية تحفظت في ذلك التوقيت على أن تكون أبو ظبي مقرا لفكرة البنك المركزي الخليجي وبالتالي السعي نحو عملة خليجية موحدة. الفترة من 2011 حتى 2021 هو عقد التوتر ما بين قطر والمملكة العربية السعودية، وشهدنا ما حدث في 2013 في 2014 في 2017 من حصار لدولة قطر. أنا من وجهة نظري أن هذا العقد يمكن أن يكون أيضا منح جديد في إطار التطور التاريخي للعلاقات بين الدول الخليجية، ويمكن أن يكون أيضا بداية لتوتر، وخاصة أن الثلاث سنوات الأخيرة دكتور يعني التقرير لا يتحدث عن توتر الآن، وخاصة أن التقرير يشير إلى توتر حدث في ديسمبر 2022، ولكن أنا من رصد بعض المؤشرات من 2021 وتحديدا بعد إعلان قمة العلا في ماي في 5 يناير 2021 والتي فيها تم إقرار المصالحة بين قطر ودول الحصار، بدأ التوتر في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات. هذا التوتر كانت أهم ملامحه من وجهة نظري كانت في يوليو 2021. في يوليو 2021 السعودية أوقفت الرحلات إلى الإمارات بدعوى انتشار كوفيد، وهذا كان لافتا ومستغربا في ذلك التوقيت. في نفس الشهر الإمارات ردت على ذلك بأنها رفضت أو تحفظت على قرار السعودية بخفض إنتاج أوبك في ذلك التوقيت في ظل أزمة كورونا وتداعياتها. في ديسمبر 2022 الإمارات مستوى تمثيل الإمارات كان شديد التدني في القمم التي عقدتها المملكة العربية السعودية للصين، سواء القمة الخليجية الصينية أو القمة العربية الصينية. وبالتالي أنا من وجهة نظري أن حتى بعيدا عن تقرير وول ستريت جورنال هناك توتر حقيقي بين النظامين أو بين الشخصيتين تحديدا محمد بن زايد ومحمد بن سلمان. محمد بن سلمان يرى أنه الزعيم الأول بل الأوحد الذي يجب أن يكون الأوحد للمنطقة العربية للعالم العربي ولمنطقة الشرق الأوسط، مدفوعا بالكثير من أوراق القوة التي يمتلكها، مدفوعا أيضا بطبيعته الشخصية السعية نحو الزعامة والهيمنة والسيطرة ليس فقط على الإمارات ولكن على كل الأطراف في المنطقة بما فيهم عبد الفتاح السيسي. وبالتالي هذه النزعة نحو الهيمنة والزعامة يمكن أن تكون مبررا أيضا. دكتور في نقطة في اللي تفضلت فيه واللي ذكره وول ستريت جورنال مش واضحة الحقيقة، لو أنه في شواهد للخلاف من 2021، ما الذي يدفع محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في ديسمبر 22 أن يصف العلاقة بأن الإمارات طعنتنا في الظهر؟ ما الذي حدث من الإمارات في الأشهر الأخيرة في 2022 أوصل بن سلمان لهذه المرحلة؟ هو شوف يا دكتور، أنا في الأخير أنا عندي ملف أراه في غاية الأهمية وكان مصدر توتر كبير جدا، وهو ملف اليمن بامتياز. نعم. ومنذ اليوم الأول لحرب اليمن قلت أن الإمارات ستعبث بالمملكة العربية السعودية وستعمل على إطالة أمد الحرب في اليمن، لأن الحرب في اليمن واستمرارها المتضرر الأكبر منه المملكة العربية السعودية، ومعظم العمليات العسكرية التي ردود الأفعال اليمنية من الحوثيين على الدول التي العدوان التي شاركت في العدوان على اليمن في تحت مظلة دعم الشرعية، معظم الهجمات وردود الأفعال استهدفت المملكة العربية السعودية بامتياز، وعدد القتلى وعدد المتضررين كانت المملكة العربية السعودية المتضرر الأكثر بامتياز. تقديرات من بعض التقارير المعتبرة دوليا تقول أن المملكة خسرت في حرب اليمن منذ 2015 حتى 2022 ما يصل إلى 600 مليار دولار، وبالتالي معظم السياسات الإماراتية كانت تميل باتجاه الحصول على تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب، وتهيمن على الجنوب حتى تهيمن على خليج ميناء عدن، وتهيمن على مضيق باب المندب، وبالتالي تتحكم في طرق التجارة الدولية في إطار السياسة الإماراتية السعية للهيمنة على الموانئ الاستراتيجية في العالم.
ولذلك البديل الآن المملكة في نفس التوقيت الذي كانت تسعى فيه الإمارات للسيطرة على الجنوب اليمني، المملكة كان لها خططها الكبرى لغير المعلنة ولكن الواضحة بمؤشرات إلى السعي نحو فصل حضرموت اليمنية والانطلاق من حضرموت للسيطرة على بحر العرب والوصول إلى حتى تخرج من عبء التحرك عبر مضيق هرمز الذي تتحكم فيه إيران. وبالتالي أصبح الصراع الإماراتي السعودي هو تفكيك اليمن إلى عدة دويلات تهيمن الإمارات على الجنوب وتهيمن المملكة العربية السعودية على حضرموت. الإمارات عبثت بالتحركات أو تبنت سياسات مضادة للسعودية في ملف حضرموت. هذا جانب. وكثير من التقارير تشير إلى دعم أو تنسيقات إماراتية ضد كل السياسات السعودية في اليمن. هذا أحد الملفات شديدة الأهمية التي يجب الوقوف عندها. السعودية كانت تراهن أو محمد بن سلمان كان يراهن أنه في إطار مواجهته للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في ظل تداعيات أزمة أوكرانيا وفي ظل الضغوط التي تعرض لها من الولايات المتحدة أن تكون الإمارات أقرب الداعمين له في سياساته نحو المملكة. وبالتالي عندما وجه دعوة لعدد من القمم العربية مع الصين وتدني تمثيل الإمارات، كان من وجهة نظره قال طب يبقى في الأخير خلونا نستدعي كل الملفات السلبية التي كانت الإمارات شريكا حقيقيا في توتيرها ضد المملكة العربية السعودية. طيب. وبالتالي دلالات التوقيت مهمة وجاءت في سياقات توجهات محمد بن سلمان غير الخاضع للسيطرة باعتباره يعني يسير على خطى ترامب في سياسته الخارجية بعيدا عن الخضوع لأي مؤسسة أو التقيد بأي ضوابط سياسية أو إقليمية أو دولية. كل ذلك دفع باتجاه تصعيد الأزمة والرغبة في توجيه رسائل واضحة ومحددة للإمارات. يعني سؤالي الأخير في هذه الفقرة يتعلق بمصر بالأساس. عندما حاصرت دول الخليج الإمارات والسعودية دولة قطر، مصر ذهبت معهم لأن كانت هناك خصومة مع قطر. الآن عبد الفتاح السيسي إلى أي الدولتين سيميل، السعودية أم الإمارات؟ قهرا سيذهب إلى السعودية، وإلا ستكون النتيجة الطبيعية لذهابه إلى الإمارات في حال تفاقم الصراع بين الدولتين أو الأزمة بين الدولتين، ستكون النتيجة المترتبة على ذلك هو تحريك السعودية لأوراقها في الداخل المصري وهي كبيرة وكثيرة ومؤثرة وفاعلة للتخلص من عبد الفتاح السيسي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، كنت ضيفي عبر سكايب. بعد الفصل عندنا حاجة غريبة شوية، هيئة التسليح بتتحول فجأة للبنك المركزي المصري، تابعونا. أهلا بيكو. هيئة التسليح في القوات المسلحة المصرية فجأة بتستيقظ وبتقرر أن تعمل بديلا عن البنك المركزي. أنت عايز دولارات؟ أيوة أنا موجود. حضرتك مزنوق في دولارات؟ أيوة أنا موجود. حضرتك ده مش شخص، يعني هيئة التسليح مثلا مش مثلا ضابط في المجلس العسكري مزنوق في قرشين فرح لها، او مثلا حضرتك مواطن صالح ونحن في بلد جميل وهيئة التسليح قررت ان تعمل كتشاريتي او مؤسسة خيرية، فانت رحت خبطت على باب هيئة التسليح وتروح الضابط باشا لمؤاخذة انا مزنوق في مثلا نص مليون دولار، فقام طلع ويديك قال له يا غلام اعطيه. مفيش الكلام ده، يعني هيئة التسليح مش شغالة عشان الافراد، دي شغالة عشان المؤسسات. طيب لو شغالة عشان المؤسسات فده كويس، طب ما تدي مثلا 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 يعني هيئة الجمارك مثلا تطلع الحاجات اللي في المواني، طب ما تدي مثلا فلوس ل يعني اي حد مزنوق كده مثلا وزارة الطيران لو عندها مشاكل مثلا في مصر للطيران ولا اي يعني. لا الحقيقة هيئة التسليح او البنك المركزي الجديد بتاعنا قرر انه يروح بالمناسبة ده تشبيه عشان ما حدش يطلع يقول لك ان خلط اسامة جويش بين هيئة التسليح والبنك المركزي، مش عايزين غباء على الصبح يعني. فبس يعني فهيئة التسليح هتروح تدي لمين؟ لراجل تبعنا، لراجل بتاعنا. مين الراجل اللي تبعنا وبتاعنا في الحكومة المصرية؟ مفيش غيره، المرشح الرئاسي المحتمل وخليفة عبد الفتاح السيسي ابن المؤسسة العسكرية البار سيارة الفريق كامل الوزير. فراحوا بسرعة على وزارة النقل قال له يا كامل، قال له ايوه يا فندم، قال له انا هيئة التسليح يا كامل، قال له اتفضل يا فندم، قال له مين على الباب، قال له انا علبة الالوان، انا هيئة التسليح، عايزة ايه؟ عايزة دولار، خد دولار يا كامل. تعالوا نشوف الخبر مع بعض كده من موقع المنصة في البلد الغريب جدا، البلد بقى مريب جدا الحقيقة. بص يا سيدي،
كشف مصدر مسؤول بوزارة النقل عن تدخل هيئة التسليح في القوات المسلحة لحل أزمة الدولار التي تواجه الشركات العاملة في المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، وعلى رأسها القطار الكهرباء السريع العلمين السخنة ومنظومة النقل الجاري تنفذها على الطريق السريع. وقال المصدر القريب من دائرة الوزير كامل الوزير للمنصة أن اجتماعا عقد منتصف يونيو الماضي ضم مسؤولين في هيئة التسليح وعدد كبير من شركات المقاولات العاملة في مجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها لصالح الوزارة بحضور وزير النقل كامل الوزير، الذي طالبهم بحصر كافة الاحتياجات من مهمات إنتاج مطلوب استيرادها من الخارج لتنفيذ واستكمال المشروعات. مصدر تاني بشركة السويدي المنفذة لمشروع النقل الذكي قال للمنصة إن هيئة التسليح بلغتهم إنها تشتغل على توفير المهمات المطلوبة في الشهور القليلة المقبلة وتسلمها مقابل تسعيرة هي هتضعها بمعرفتها وتحصلها بالجنيه المصري. وهو كده، أنا هعلق في الآخر بس عايز أقرأ لكم الخبر للآخر لأنه خبر غريب جدا. لفت المصدر وهو عضو بمجلس إدارة شركة السويدي لأن غالبية الشركات العاملة في مشروعات الموانئ والجر الكهربائي شارفت على الانتهاء من حصر احتياجاتها المطلوبة وتسليمها في سبيل تسريع وتيرة العمل وإنهاء المشروعات، مشيرا إلى أن الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية التي واجهت بسرعة حل الأزمة وافتتاح المشروعات لجني ثماره. ده الخبر صح؟ تعال بقى عزيزي هنا على طاولة آخر كلام نفهم مع بعض بالراحة إيه اللي حصل. إحنا عندنا قيادة سياسية اللي هو فتاح يعني وجه بحل الأزمة اللي هي مشروعات وزارة النقل ما معاش دولارات عشان تعمله، فإحنا عندنا السيسي رئيس الدولة وعندنا كامل الوزير وزير النقل وعندنا البنك المركزي جاء اللي بتوفر دولارات أو وزير المالية اللي بيدي موازنة فيها دولارات، وعندنا حاجة على جنب كده ما نعرفهاش اسمها هيئة التسليح فجأة هتطلع، بس سيبك منها موجودة بعيد يعني. طيب حصل ايه؟ حصل ان كامل كلم عبد الفتاح قال له سيادة الرئيس انا مزنوق في شوية مشروعات كتيرة جدا ما معيش دولارات، الشركات كلها قربت يعني تبقى عندها مشكلة. قال له طيب ما تشوف محمد معيط. فكامل الوزير اتصل محمد معيط قال له سيادة الوزير دكتور معيط محتاجين دولارات عشان نخلص. قال له يا كامل بيه يا سياده الفريق انا اصلا مش معايا اطلع لاي حاجه، انا عندي بضائع في الجمارك مش عارف اطلعها وعندي مش عارف كذا. قال له طب ما تشوف البنك المركزي. راحوا البنك المركزي قال له يا بيه دولارات ايه، انا عندي كل الاحتياط النقد الاجنبي بتاعي 30 باين 34 مليار 30 منهم بتوع ودائع خليجيه وعربيه لان ليبيا ادتنا اخر السنه اللي فاتت. قال له طب هنعمل ايه، هات ال 4 مليار. قال له 4 مليار ايه ما ينفعش، الرئيس مأكد ان احنا نفضل عند الليمت ده ما نعديهوش لحد ما ربنا يفرجها. طب تحويلات المصريين في الخارج بتقل، طب السياحه مش ولا بد، طب قناه السويس مش متاكدين، طب هنجيب دولارات منين، هنبيع اصول، ده احنا بعنا ب 2 مليار، طب ال 2 مليار دول هنسدد بيهم ولا هنعمل ايه. ازمه كبيره جدا حصلت في الاتصالات اللي تمت ما بين السيسي وكامل الوزير والحكومه والبنك المركزي. هنا عبد الفتاح السيسي انت عارف ان هو مكمر، هو الرئيس بتاعنا أو بتاعكو أو بتاعهم أيا كان يعني شغال بطريقة كمر عشان لما نتزنق. فاكر انت الأسطورة بتاعت طلع من تحت البلاطة، كان كل بيت عندنا زمان في مصر الجيل بتاعنا التمانينات واللي قبله في حتة في البيت كده بلاطة مكسورة، فكنا نتفرج على أفلام يقول لك في فلوس تحت البلاطة، فكنا دايما نصدق إن البلاطة دي يعني إيه أهلنا عينين تحتها الفلوس شايلين تحتها الفلوس، فإحنا بقى إيه اخلع يا ابني البلاطة دي عشان نطلع الفلوس اللي تحتها. فكانت في مصيبة في كل بيت إن العيال عاملة عصابة عشان تخلع البلاطة اللي بتتهز عشان يطلعوا الفلوس اللي تحت، وفي الآخر ما بيطلعش حاجة ويطلع فيه طين. المهم فالراجل شغال بطريقة تحت البلاطة، مكمر صندوق لوزارة الصحة ومكمر صندوق لمش عارف مين ومكمر صندوق لمين. المشكلة الأساسية انه واضح ان السنة دي كلها ما فيهاش دولارات، بس في جهة خفية في مصر احنا بنتعرف عليها النهاردة عندها دولارات. مين الجهة دي؟ الجهة دي غير خضعة فيما يبدو يعني، البنك المركزي ما عندوش علم بيها، وزارة المالية ما عندهاش علم بيها، الوحيد اللي عنده علم بيها هو القيادة السياسية اللي وفقا للخبر بتاع المنصة وجهت بسرعة حل الأزمة. طلعت هيئة عندنا في القوات المسلحة المصرية اسمها هيئة التسليح قالت للفريق كامل بأمر من السيسي أنا معايا دولارات يا سيادة الفريق. قال له إيه ده بجد ولا آه معايا دولار بس ما تقولش لحد بس عشان محمد معيط ما يشبطش. طب هنعمل إيه؟ إحنا جاهزين. طب أنا عندي مشروعات يلا بينا. طب ده هتحتاج كتير ما تقلقش إحنا معانا دولارات بس عيب بقى إحنا ده إحنا التكمير نفسه. يعني لو الرئيس بيكمر على جنب فإحنا التكميرة بقى نفسها عندنا في هيئة التسليح.
قوات مسلحة، يعني ده دولة جوه الدولة، عندها دولارات وعندها احتياطن، عندها كل حاجة ومحدش يعرف عنها أي حاجة. طب أخوانا في برلمان بس، معلش والله أنا آسف، يعني في الدول الطبيعية أي جهة ما المفروض أنها بتقدم كشف كده، ورقة زي دي بقولك أن أنا معايا دي الموازنة بتاعتي، دي الميزانية، ده الفائض، ده المستحقات، ده المش عارف إيه، في حاجة اسمها شفافية في العالم، الناس بقى عندها حرية الوصول للمعلومة وبالتالي بتقدر تحاسب. هل هيئة التسليح، البنك المركزي الجديد بتاعنا أو وزارة المالية الجديدة بتاعتنا، الهيئة اللي عندها دولارات من غير ما احنا نعرف، فجأة طلع عندنا هيئة في الدولة عندها دولارات، فاحنا ما عندناش أزمة دولارات يا جماعة، احنا عندنا هيئة التسليح قادرة أن تحل أزمة الدولار في مصر، لأن هي بتنفق على مشروعات بمليارات الدولارات تبع وزارة النقل، تبع سيادة الفريق كامل الوزير خليفة عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي المحتمل من آخر كلام. فإذا احنا أمام قضية مش عارف الحقيقة، والله أنا أبقى كوميدي لو قلت النائب العام المفروض يحقق ولا إيه، بس والله سيادة النائب العام ده بلاغ، لو سيادتك فاضي يعني، لو معلش لو ما فيهاش إساءة أدب، لو سيادتك عندك شوية وقت بس صغيرين كده، بقولك في هيئة في البلد ما حدش عارف عنها حاجة، طلع معاه دولارات مكمراهم على جنب، فبس لو سيادتك تفتح يعني تحقيق في الموضوع، أنا مواطن مصري بقدم لك بلاغ على الهواء يعني، لو معلش يعني ما فيهاش إساءة أدب بس تفتح لنا تحقيق كده، تشوف الهيئة دي جابت الدولارات منين ودخلت إزاي، يعني هل مثلا دي سوق سودا ولا دي عملوا اللي هي المقصة مع حد في دولة عربية، ولا جابوا الدولارات إزاي يا سيادة النائب العام؟ معلش يعني هنزعجك شويه، معلش نواب البرلمان بس المستشار حنفي جبالي وشركاه في البرلمان، لو بس طلب احاطه كده للسيد وزير الدفاع يقول لنا معلش هو هيئه التسليح دي جابت الفلوس دي منين؟ معلش انا اسف يعني انا عارف ان انا بكلمكم من عالم اخر او من كوكب اخر، بس والله الامور هنا بتمشي كده، يعني انا لا اعتقد ابدا ان انا ممكن اعيش في البلد دي فاصحى الصبح الاقي بيقول لك هيئه مش عارف ايه في الجيش البريطاني بتنفق على مش عارف كذا ومحدش عارف عنها حاجه. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، يعني كل الاحترام والتقدير والإجلال والتعظيم والكل اللي انت عايزه للقوات المسلحة المصرية دايما، هنغني نشيد الجيش مع بعض، مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة، في بلد مأزوم في الدولار فتطلع لي هيئة جوه القوات المسلحة تقول لي انا معايا دولارات وهصرف على مشروعات وزارة النقل، تعال هنا يا ابني انت جايب الفلوس دي منين؟ ده لو في دولة بتحترم القانون، ده لو في دولة فيها شفافية. طيب الأخبار اللي بتؤكد اللي المنصة نشرته، على سبيل المثال وزارة النقل بتؤجل مشروع المونوريل سنة كمان لأن في أزمة دولار، أهو الموقع المنصة، وزارة النقل مددت فترة العمل في المشروعات الإنشائية سنة كمان عشان عجز الشركات العاملة في المشروع عن استيراد بعض المهمات اللازمة، ده 15 يوليو بس الحمد لله اليوم الثاني على طول هيئة التسليح دخلت في الموضوع. نشوف خبر كمان كده، النقل تواجه أزمة تغيير أو أزمة تدبير 50 مليون يورو لتشغيل الأتوبيس الترددي في 3 يوليو الشهر ده، قالوا أن عندهم أزمة كبيرة هيؤدي الأزمة دي هتؤدي لتأجيل موعد افتتاحه الرسمي للجمهور واللي كان مقرر في أكتوبر اللي فات، بس طبعا الكلام ده قبل ما تتدخل هيئة التسليح، وبالتالي الحمد لله هيئة التسليح اللي معاها دولارات في مصر هتخلص لنا كل حاجة. خبر كمان بيقول ان مصدر بيرجح تأجيل افتتاح محطات مترو مبابة لنهاية العام الجاري، والخبر برضو بيتكلم انه وفقا للمشكلة المالية الموجودة فأجله الموضوع بسبب الظروف الاقتصادية وتأخر تنفيذ الشركات. هختم معاك الفقرة دي بعبد الفتاح السيسي وهو بيفكرنا بأنه الجيش المصري اقتصاده قد كده، يعني من الاقتصاد العام اقتصاده بس صغير قوي، اقتصاده قد كده، فيعني حط في اعتبارك وانت بتسمع السيسي انه الجيش الاقتصاده قد كده 2% عنده هيئه اسمها هيئه التسليح عندها دولارات، بس البلد كلها والدوله والموازنه والسيسي وشركاه ما معهمش دولارات، بس هيئه التسليح معها دولارات. متابع حد كان بيكلمني من كام يوم فبيقول لي ايه القوات المسلحه اقتصادها كبير، قلت له طب كويس تفتكر كام الناتج المحلي بتاع مصر؟ 4.3 تريليون. تفتكر اقتصاد القوات المسلحه كام؟ قلت له قول. انا بقولها دلوقتي ليه؟ عشان حد قال الكلمه ديت وسمعتها من حد من اللي حضرتك بتقول عليهم بتسمع من الناس ولا لا؟ فقال لي قلت له قول. قال لي يعني 50%. قلت له 50. طب انا هقول للمصريين لو اقتصاد القوات المسلحه 50% انا اتباهى واقول انا، لان القوات المسلحه حكومه، انا بعمل القوات المسلحه بتعمل 2 تريليون في السنه، ده كلام مش مظبوط خالص. ما تاخدش المعلومه كده وترددها من غير ما تفكر فيها كويس. بقول تاني انا بتكلم في 2% 3% لا 10 ولا 15 ولا
حقيقة للأسف سكان حدائق القبة استيقظوا امبارح على كارثة انهيار عقار جديد في حدائق القبة وارتفاع عدد الضحايا ل 13 شخص. ربنا يرحمهم ويصبر أهليهم ويشفي المصابين. صدى البلد بتقول ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار ل 13 شخص، النيابة تسلم الجثامين لذويهم، وبيقول انه في كارثة حصلت لما سقط هذا العقار امبارح. وطبعا الصور اللي هتطلع قدام حضراتكم تباعا بتقول حجم الكارثة اللي عايشها أهالي حدائق القبة في هذا الموضوع. نائب محافظ القاهرة قال إنه انهيار عقار حدائق القبة لا يتعلق بعدم الترميم. مش عارف الحقيقة بيتعلق بإيه، بس تعالوا نشوف مع بعض كده. دكتور حسام الدين فوزي قال إنه العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة مبني في أواخر الخمسينات والستينات، وقال مع عمرو أديب إنه عمره 70 سنة، وإن العقارات قديما لا ترخص إلا بعد إدخال المرافق، وقال إنه في شخص غير مسؤول أجرى تعديلات ودفع ثمن أشخاص تانيين، وأكد إن النيابة العامة ضبطته الحمد لله. الشخص غير مسؤول ده طبعا الناس هتاخد الكلام عنه وتبدأ تشتم في الناس كلها، ويبدأ يقولك إنه الناس كلها وحشة وكلام زي كده. ما حدش يتكلم عن الحالات الفردية طبعا، إنما لو كان ضابط جيش أو ضابط شرطة كان يقولك إن دي حالات فردية يا جماعة، ومحدش يقرب من المؤسسة يا جماعة، وسيبوا الناس في حالها. إنما طبعا امبارح قريت كده على تويتر بعض الناس كاتبة أيوة ما هو أصله هو مواطن عادي، لكن ما حدش بيتكلم عليه. يا جماعة مش مشكلة في حد بيتكلم عليه ولا لا، المشكلة إنه مين المسؤول عن الكلام ده؟ هل هو المواطن الغير مسؤول اللي النيابة ضبطته، ولا في أزمة أكبر من كده؟ إحنا اتكلمنا عنها الأسبوع الجاي في آخر كلام. الحقيقة إن في أزمة أكبر من كده، لكن النظام مش عايز يعترف إنه عنده غلط. في فرض هو ده اللي عامل المشكلة، إحنا ما عندناش أزمة ولا أي حاجة. طيب تعال نشوف كده. النيابة الإدارية بتقول إن عقار حدائق القبة طلع له قرار ترميم سنة 1992. المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية قال إن العقار ده طلع له ترميم عام 92 لم يتم تنفيذه، وعمل تم عمل محضر امتناع عن الترميم. إعلامية مصرية طلعت قالت إن إحنا بس مش عندنا مشكلة في عقار حدائق القبة، ده إحنا عندنا 98 ألف عقار قايل للسقوط في مصر. والله في آخر كلام قلنا الكلام ده الأسبوع اللي فات. نتابع مرة أخرى، هذه قنبلة موقوتة. إحنا بنتكلم على 30 ضحية راحوا في 20 يوم من 6 عقارات انهارت في 3 محافظات. طب تعالوا أقول لكم الأرقام كام، وده أنا هنا بتكلم على طبقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. المنشآت الرسمية في لحد 2017 عندنا 97500 عقار في مصر تم تصنيفها تحت بند غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، يعني قرب 98000 عقار، وده لحد 2017 ولم يتخذ إجراء بي. قلنا الكلام ده الأسبوع اللي فات واتكلمنا فيه، لكن تعالوا نفتكر مع بعض كده الواقع بتاع مصر في شهر واحد. مصر تحت الأنقاض يا جماعة، ما تجيش تقول لي هنا أصل مواطن دق شاكوش فوقع السقف. تعال قول لي المنظومة كلها اللي بتبيد وبتهجر أهالي وبتهد عمارات عشان تعمل مشروعات، تعال قول لي رأيها إيه في الأرقام اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. مصر تحت الأنقاض، يوم 26 يونيو اللي فات انهار عقار ميامي في الإسكندرية ومصرع 10 أشخاص، 6 يوليو بعدها بعشرة أيام انهيار عقار الجمرك ومصرع شخص واحد، 15 يوليو انهيار عقار باكوس ومصرع 3 أشخاص، 16 يوليو انهيار عقار رشيد ومصرع 3 أشخاص أيضا، 17 يوليو انهيار عقار حدائق القبة ومصرع 13 شخص. إحنا بنتكلم على 30 بني آدم ماتوا في شهر واحد، 30 بني آدم ماتوا في شهر واحد فقط بسبب إن العمارات بتقع. هو ليه ما فيش حد في الدولة دي، ليه ما فيش حد في النظام ده عنده دم؟ ليه ما فيش حد في النظام ده بيحس؟ ليه ما فيش حد في النظام ده بيتحمل مسؤولية؟ ليه ما فيش حد في النظام ده بيتعامل زي أي مسؤول طبيعي في أي بلد؟ عندك 30 بني آدم ماتوا في حوادث مختلفة لانهيار عقارات، يبقى في مشكلة ولا ما فيش مشكلة؟ في مشكلة. مين السبب؟ ثورة يناير، الإخوان. يا عم سيبك من السبب، انت دلوقتي اللي في ايدك الحل، انت اللي معاك الفلوس، وانت اللي معاك القرارات، وانت اللي معاك المحافظة، وانت اللي معاك كل حاجة، وانت اللي معاك هيئة التسليح. ارجوك اوعى تنساها، انا هفكرك بيها كل يوم هيئة التسليح. معلش يعني لو تميل على هيئة التسليح قول لهم يا جماعة بس شوية دولارات من اللي معاكم، من اللي انتم مكمرينها وبتدوها الكامل، اعتبروا العقارات والناس دول قرايب كامل الوزير، يعني زي بعضه. معلش
زي بعض والله، اعتبروا الناس دي قرايب كامل، وفكوا شوية دولارات رمموا بيها الكام ألف عمارة اللي قايلة للسقوط، مش هيجرى حاجة يعني. إخواتكوا الصغيرين معلش يعني برضو عايشين معاكوا في نفس البلد وعايشين في مصر، مش كده ولا إيه؟ يعني برضو طالما في هيئة عندنا عندها دولارات نروح لنا، نروح لها كلنا بقى، يعني كلنا نطرق باب هيئة التسليح في القوات المسلحة المصرية. من أراد أن يحصل على دولار، من أراد أن يرمم بيت، فليذهب إلى هيئة التسليح في القوات المسلحة المصرية. ومن دخل هيئة التسليح فهو آمن خلاص، هيلاقي الدولارات جوه وهيلاقي كل حاجة بيدوها الكامل. فمعلش يا سيادة قائد هيئة التسليح في القوات المسلحة المصرية، عندنا 30 مواطن ماتوا في شهر واحد لأن بيوتهم بتقع. فحضرتك بعد إذنك تشوف مع وزير الإسكان، تشوفه مع الرئيس، تشوفه مع رئيس الحكومة، تشوفه مع المحافظة، تشوفه مع أي حد، إيه اللي نعمله عشان العمارات دي ما تقعش؟ ترميم كان بها، نهد ونبني كان بها، تعويض كان بها، المهم تتحركوا طالما معاكوا فلوس ومعاكوا دولارات. أذون الخزانة عندنا في مصر بتنخفض، مين اللي بيقول الكلام ده؟ الأهرام الإنجليزية، النسخة الإنجليزية للأهرام بتنشر خبر غريب شوية، تعالوا نشوف كده قالت إيه في بعض الأرقام المثيرة. بتقول الأهرام الإنجليزية إن إجمالي مقتنيات أذون الخزانة المصرية 60.4 مليار دولار في أبريل، وبتقول إن انخفض إجمالي أذون الخزانة المصرية القائمة بنسبة 4.8% لتريليون و866 مليار جنيه، حوالي 60 مليار دولار في أبريل 2023 من 63.5 مليار في مارس، وفقا لبيانات رسمية عن البنك المركزي. تعال نشوف كده إيه حكاية أذون الخزانة والأرقام اللي نشرها تقرير الأهرام الإنجليزية، لأنه الحقيقة في أرقام مثيرة للانتباه لما بتصدر من مصدر. القيمة الإجمالية لأذون الخزانة المملوكة للأجانب 392 مليار جنيه، أذون الخزانة لدى البنوك الخاصة 359.2 مليار جنيه، إجمالي حيازات بنوك القطاع العام من أذون الخزانة 222.5 مليار جنيه. قيمة الأذونات دي هي المبلغ اللي الحكومة لسه مديونة به لحامليها، وده طبعا بيؤثر على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل وظروف السيولة والسياسة النقدية بشكل عام. عجز الميزانية بيبلغ 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن العجز ده يستمر لست سنوات قادمة. طيب لما بنقرأ الأخبار دي الحقيقة ما ينفعش نقراها بمعزل عن الأزمة اللي حصلة في الحبوب والأزمة الكبيرة اللي رويترز كتب عنها، ومدى مصر أيضا نشرت عنها تقرير، تعال نشوف كده مدى مصر بتقول إيه. بتقول إن مايو اللي فات وزارة التموين نفت معلومات نقلتها رويترز عن تأجيل مصر دفع مقابل شحنات القمح بسبب نقص السيولة الدولارية، والمعلومات دي اعتبرها مساعد الوزير في الوقت ده تعميم مخل وشيء غير منضبط، وأكد إن مصر لم تتأخر مطلقا في سداد مدفوعات استيراد القمح. طيب نشوف كده مدى مصر بتقول إيه عن القصة دي. ما هو برضو معلش انا بالمناسبه عايز اقول لكم حاجه كنت عايز اكتبها والله اليومين اللي فاتوا، بس مهم ان انا اقولها لكم. يعني دايما في اسطوره كده طالعه السنه اللي فاتت اسمها المصادر الرسميه، حضرتك لازم تصدق المصادر الرسميه. يمكن نعمل حلقه الاسبوع ده على قصه العوار في المصادر الرسميه، سواء المصادر الرسميه دي بيانات رئاسه الجمهوريه، بيانات متحدث عسكري، بيانات وزاره الخارجيه، بيانات رئاسه الحكومه، بيانات البنك المركزي، او بيانات صحفيه. كويس، في أزمة كبيرة في قصة البيانات الرسمية أو النيابة العامة طبعا، لأن هم للأسف يا جماعة كدابين بيكذبوا، يعني بياخدوا الحاجة يلووا عنق الحقيقة ويصدر لك رواية ما هي الصح. شفنا الكلام ده كتير قوي في سيدي براني وفي مدينتي وفي مواقف كتيرة جدا بيقولوا كلام عكس اللي حصل، وشفنا في خالد سعيد أيام مبارك، وشفنا في حاجات كتيرة جدا قتل خارج إطار القانون، يقول لك لا أصل كانوا مسلحين، ويجيبوا الولد يقتلوه من المسافة صفر وبعدين يصوروه جنبه سلاح، يعني حاجات كتيرة جدا العشر سنين اللي فاتوا. هنتكلم عن ده بالتفصيل يمكن في حلقة جاية، لكن تعالوا نشوف مدى مصر بتقول إيه على قصة الديون وعودة أزمة احتجاز الحبوب في الموانئ. بتقول مدى مصر إنه الديون وصلت للحبوب المستوردة ل 320 مليون دولار، ودي ديون لروسيا مقابل كميات مستوردة للحبوب، أكتر من 167 مليون دولار على هيئة سلع تموينية، نصيب ديون القطاع الخاص 152 مليون دولار، ونحو 34 مليون دولار منها لشركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية اللي هو أخو أو أخت هيئة التسليح في القوات المسلحة المصرية. قيمة السلع المحتجزة في الموانئ 5.5 مليار دولار الحمد لله. فإحنا الحقيقة يا جماعة عندنا مشكلة كبيرة جدا لا تنتهي متعلقة بالديون وأثرها على الاقتصاد المصري. عندنا
قيمة سلع محتجزة ب5.5 مليار دولار في الوقت اللي يزيد صايغ بينشر فيه عدد من التغريدات وبيقول فيها انه التزامات الدين الخارجي لمصر اصبحت امر مخيف. بيقول ان اكتر من 83 مليار دولار مستحقة كفوائد خلال السنوات الخمس القادمة. واكد صايغ ان هذا المبلغ الضخم لا يشمل سداد رأس مال الديون. بالمناسبة يزيد صايغ وماجد مندور ومعتز الفجيري معمول عليهم حملة لطيفة قوي من احد الناعقين في حظيرة الانتاج الاعلامي من غير ما اقول اسمه، انتوا اكيد عرفتوه، احد الشتامين السبابين اللعانين الخائضين في اعراض امهات المصريين، برضو مش هقول اسمه لان اكيد انتوا عرفتوه. وهذا الناعق كريه العقل كما يحب ان يعني يصور الاخرين، فاحنا بنستخدم مصطلحاته، خرج من يومين واتكلم وقال مش عارف ايه وجاب تغريدة وقال لك اسامة بيقول وهذا شتم شتيمة جامدة جدا وابن مش عارف ايه وهؤلاء اولاد ايه وكلام زي كده كتير يعني. لكن انا لفت نظري ان هو متضايق من ماجد مندور ويزيد صايغ الباحثين في كارنيجي، وبيقول ان انتوا شوشكو معروفة ان انتوا ضد ما. انا الحقيقة مش قادر افهم يعني يا جماعة، انتوا الجماعة اللي في الانتاج الاعلامي، هو انتوا يعني معمول عليكم لوحة كده على مصر دلوقتي مكتوب عليها ممنوع الاختراب او التصوير؟ لو هي كده يا ريت تقولوا لنا يعني ان انتوا قابلين للكسر، خلاص مصر اصبحت ثكنه عسكريه، فحطوا ستيكر كده من فوق الطيران يشوفوا انه مصر يا جماعه ممنوع الاختراب التصوير. فنقول بقى لمالكوم كير كارنيجي، نقول لماجد مندور الباحث ويزيد صايغ البروفيسور وروبرت سبرينبورغ وستيف هانكي ومش عارف مين والعفو الدوليه، نقول لاي حد جماعه معلش والله بيتقمصوا ما حدش يقرب منهم، بس ممنوع الاختراب او التصوير خلاص. فخلاص يا جماعه نفضها سير، اكلم هنا زملاء في الجارديان اندبندنت وبي بي سي، يا جماعه لو سمحتوا ها مصر لا، ليه يا سيدي في ممنوع الاختراب او التصوير؟ خلاص ساكنه عسكريه القانون بيقول خلاص، فلا في تقرير اجنبي ينكد عليكم ولا باحث يتكلم عنكم ولا اي حاجه، ونفضها سيره ونروح والناس تروح خلاص. العالم في دول كتير يعني، مش معقول كده ايكونومست بتكتب وجارديان بتكتب وفاينانشال تايمز بتكتب ونيويورك تايمز وواشنطن بوست ودي دبليو فرانس 4 ايه يا هيصه ولا ايه؟ لا مصر ما ينفعش خلاص يا استاذ اسمك ايه انت كريه العقل اللي هناك بتاع ابراهيم، بلغ ابراهيم وبلغ سياده اللواء عباس وبلغ سياده المشير عبد الفتاح، حطوا يافطه على مصر من فوق بطول الخريطه ممنوع الاختراب او التصوير خلاص، والاعلام هنا هيفهم وخلاص والناس مش تكتب عنكم حاجه. بس بلاش قله قيمه يعني، عيب لما تطلع تشتم ناس زي يزيد صايغ وزي ماجد مندور ومعتز الفجيري اللي بنعتز بيهم كلهم، وناس لهم يعني وزن ولهم قيمه ولهم كتابات وابحاث رصينه وموضوعيه وبيعتد بيها في الغرب وفي كل حته. فعيب بصراحه يعني، مستوى الردح والشتيمه زي ما قلت لك حلوها بالطريقه دي واكتبوا على مصر ممنوع الاختراب او التصوير. حمى الدنك بالعربية أو الدنك بالإنجليزية زي ما تحب تنطقها يعني، مستشار رئيس الجمهورية للصحة أقر أخيرا أن احنا عندنا انتشار لحمى الدنك في القنا. السياسة العامة كانت أن احنا ما عندناش، ما شفناش، الرئيس حلو وزي ما قال الرئيس الصحة في مصر كويسة ما عندناش أي مشكلة. لكن طلع محمد عوض تاج الدين قال إن المرض الغامض المنتشر في قنا هو حمى الضنك، مشيرا في حديثه لبرنامج مع مش عارف مين إلى أن الأعداد المصابة كبيرة وهو ما أحدث حالة من الخوف والهلع. يا ساتر يا رب، دول بيعترفوا إن في أعداد وبيعترفوا إن في انتشار وبيعترفوا إن في حالة من الخوف والهلع، دي سياسة صحية جديدة على النظام المصري ما كناش متعودين عليهم ان هم يعملوا حاجة زي كده. لكن طالما اعترفوا، طالما ان هناك تصريح رسمي بان لدينا مش عايز اقول وباء لكن لدينا مرض غامض بينتشر، خلينا نتعرف اكثر على هذا المرض وعلى رد فعل مستشار الرئاسة للصحة. خلينا نرحب بضيفي عبر سكايب من لندن دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة الاسبق، اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا. ده اعتراف رسمي من الحكومة من النظام ان في حمى ضنك بدأت تنتشر في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيات حضراتكم جميع السادة المشاهدين. وفعلا كان كلام الدكتور محمد عوض تاج الدين بالأمس أول تصريح رسمي من الدولة بوجود مسمى حمى ضنك. والحقيقة الغريبة ان الدكتور عوض تاج الدين طلع في المساء أعلن، في حين ان وزير الصحة كان في صباح الاثنين كان بيطمن الأهالي بيقول لهم انه تم مواجهه المرض الغامض والسيطره عليه، وكانت وقتها تصريح منتهى الغرابه
ان يقول انه سيطر على مرض غامض وهو لا يعرف هذا المرض. طبعا كانت تصريح تصريح غير علمي وغير مسؤول بالمره من وزير الصحه. المفروض اول نشخص المرض نعلن عنه وناخد اجراءاتنا ونسيطرنا عليه، يعني دي من ناحيه الاجراءات الصحيه المعقوله عند عقليا. لكن هو الحقيقه لما الدكتور عطا جدين مساء اعلن فكان لازم وزير الصحه يطلع بيان يؤكد على كلام عطا جدين. عطا جدين بيمثل مستشار الرئاسه، فطالما عطا جدين اتكلم فاكيد عطا جدين اتكلم بناء على توجيهات من القياده السياسيه، فكان لازم الصحه تطلع بيان. وفعلا الصحه طلعت بيان صباح اليوم، يمكن انا كنت بالامس بتكلم بقول لازم الصحه تطلع بيان ويكون في شفافيه. ففوجئنا من كم ساعه، من عده ساعات بسيطه يعني، الصحه طلعت بيان بتقول ان احنا نزلنا بالفريق الوقائي وخدنا عينات من اماكن الناموس وكثافه البعوض، ولقينا فعلا البعوض اللي هي بيسموها الزعيجه المصريه موجوده، وحللنا للمصابين ولقينا فعلا ان هي مرض حمى الضنك اللي موجود عند الناس. واحنا يعني بنطمن الناس وناخد اجراءات وقائيه وهنعمل وهنسوي تبع توجيهات القياده السياسيه. الحقيقه يمكن دي كانت سبب الضغوط الشعبيه او الضغوط المجتمعيه، لان الحقيقه الناس كلها خافت من ذكريات مؤلمه لمرض كورونا لما كان. طيب ما هو ده سؤال مهم الحقيقه يا دكتور، انه ايام كورونا كان الموقع العالمي اللي هو الناس بتروح عشان تعرف منه الإحصاءات كم واحد أصيب وكم واحد خف وكم واحد مات في مثلا في بريطانيا في الولايات المتحدة، كان دايما العداد عند مصر مصفر في موضوع الأموات، ما كانش فيه أرقام، أعداد الإصابات كانت قليلة جدا، وكان في حالة تعتيم كده. حتى الناس في مصر في البيوت بدأوا يتعاملوا مع كورونا ده وكأنه إيدز، يعني ما يصحش تقول إن جالك كورونا. كانت العلاجات بتاع الكورونا إما في الصيدليات زي مجموعة البرد زمان كده في التسعينات يعني. فليه النظام المرة دي بيتعامل لأ بشكل مختلف؟ هو بعد يومين طلع اعترف إن إحنا عندنا انتشار وفي حالات كبيرة. هو الحقيقة هنا في فعلا فريق جوهري موجود إن كان في وزارة الصحة نفسها وفي التشكيلة نفسها لازم نقوله، لأن يعني المفروض الحق يتقال لأصحابه. يعني الحقيقة إن في بداية كورونا لما كانت الدكتورة هالة زايد اللي هي الوزيرة السابقة موجودة، هي أول مسكت الوزارة يعني أزاحت جميع القيادات في الطب الوقائي اللي كانت موجودة قبل كده، وجابت قيادات من خلال الشلة أو المنظومة التابعة ليها، وعملت هيئة لكورونا من كبار الشخصيات اللي هي طبعا لهم علاقات. وأصبحت كورونا عبارة عن مشروع ممول داخل الوزارة خارج إطار الوزارة، وأصبح نوع من التهميش للطب الوقائي، فهي اللي بتتكلم لوحدها ودخلت في سياسه تلك سياسه التعميه. لدرجه ان بعدها بعد كورونا بحوالي شهر لما تم تعيين الدكتور عوض تجي الدين، انا يوم طلعت واتكلمت قلت دي يعني بصه خير لما راجل استاذ جامعي وزير يتعين ووزير سابق يبقى هو موجود في الصوره كده يقول كلام مختلف عن كلام وزاره الصحه. الحقيقه ده كان وقتها، لكن الحقيقه اللي حصل في هذا التوقيت ان بعد رحيل الدكتوره هاله زايد بالمشكله الفضيحه اللي كانت مشت بيها، بدأ رجال الطب الوقائي يعودوا تاني للوزارة. كان لما نزل الطب الوقائي من يومين للمنطقة وطلعوا مع الفضائيات قالوا احنا نزلنا وعملنا شغل وخدنا عينات وبنعمل تقصي وبائي وبناخد عينات من المية وعينات من اليرقات وعينات من البعوض وبناخد مساحات من الناس. الحقيقة بدأت أحس إن فيه يعني تغيير حصل في الوزارة في الفترة الحالية. لكن أيضا كلام الوزير بالأمس كان ماشي على النمط القديم، فكان لازم كلام الوزير يتصوب ويرجع لوضعه الاصلي ويطلع النهارده بيان من الوزاره يقول ايوه احنا فعلا لقينا، عشان الناس تطمن. لان الفكره ما اقدرش اطمن الناس وانا عامل نوع من الغموض. طيب الغموض ده احنا كده الحمد لله وصلنا لمرحله كويسه جدا ان هم اعترفوا ان في مرض وقالوا ان هم بداوا ياخدوا اجراءات. المفترض يعملوا ايه؟ ما هم ايام كورونا قالوا ان في كورونا بس ما كانوش بيعلنوا حاجه، لا بيعلنوا بروتوكول علاج واضح، ولا كان في تخبط، ولا في عقار او مصل او اي حاجه، ولا في خطه علاج. كان كل محافظه بتطبق خطه علاج مختلفه عن التانية. كويس جدا. الحقيقه هو الكلام اللي كنا بنقوله حتى من ايام كورونا قلناه في اليومين اللي فاتوا، الكلام العلمي ان طالما عندنا هذا المرض ليس له علاج، ايوه الاعراض ممكن تيجي بسيطه لكن ممكن تيجي اعراض شديده تؤدي للوفاه. يبقى اذا الخط الاساسي عندنا هو لا ينتقل من شخص الى شخص. فموضوع الكمامات والكلام ده غير كورونا خالص، هو بينتقل عن طريق بعوضه اسمها الزعاجه المصريه او ايديس ايجيبتي موجوده في مصر، موجوده فعلا. هذا المرض ظهر قبل كده في القصير سنه 2017 وكان له اجراءات من الفقر النسبيه اللي هي من ان نمنع تكاثر البعوضه اللي ينقلها للمرض، دي اهم حاجه. بموضوع اللي هي اماكن التوالد نحاول نضع عليها اللي هي البرك، ننشف البرك لو حاجات ثابته نغطيها بمواد تقتل الارقات،
نبدا عمليات الرش فتره الصباح المبكر او قبل المغرب الى فتره نشاط البعوضه، نبدا نعمل اجراءات ميكانيكيه او اليه داخل المنازل بسلك على الشبابيك انهم في ناموسيه، اللي بيخرج من البيت ما يخرجش بدري قوي او ساعه المغربيه ويكون لابس كم طويل والويدنج جلد ومواد طارده للحشرات، نعم. اللي تديله الاعراض السخونه والكلام ده يقعد في البيت. يقعد في البيت ليه؟ لان المرض بيحتاج الراحه التامه، شرب سوائل كتير، معبر الاستاموال تحديدا، مش الحاجات التانيه يعني اي خفض حراره ما ينفعش، كلوروفين كتافلام ما ينفعش لانه له مشاكل، لازم هو ابيمول او البنادول. والسبب تاني ان هو لما يقعد في البيت مش هيتعرض لناموسه تلسعه تاني، لان الناموسه لما بتلسع انسان مصاب بتاخد منه الدم بيفضل جواها لمده اسبوع 10 ايام يتكاثر يعمل الفيروس، طول ما البعوضه موجوده بتنقل المرض. فاحنا نقلل المصاب يقعد في البيت عشان ما يعديش غيره، وفي نفس الوقت السليم ما يخرجش في اماكن ما تعرفش البعوض حتى لا يصاب. دي يمكن دي اهم الاجراءات دي بصوره عامه. وهنا دور بقى الناس الحقيقه، يمكن حتى اللي بيربوا حتى حيوانات او طيور، اي مسقه ميه صغيره ان شاء الله كميه صغيره باتت مكشوفه ممكن البعوض يتولد جواها، فلازم اي كميه ميه يتم تكفيتها تماما مع اجراءات الرش او الاجراءات الميكانيكيه، بكده نمنع العيل الوسيط اللي هو البعوضه، ودي احسن طريقه للوقايه من المرض. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى جويش وكيل وزاره الصحه الاسبق، كنت ضيفي عبر سكايب. حلقتنا مستمرة، وبعد الفاصل هنسأل سؤال واضح: ليه جمال مبارك ما يقدرش يترشح، أو هل يترشح جمال مبارك؟ يعني زي ما حضرتك عايز تجاوب جاوب، لأنه الحقيقة في حملة غريبة قوي بيقودها ضياء رشوان ضد جمال مبارك في الساعات القليلة الماضية. تابعونا. جمال مبارك بيقولوا أنه يمكن يترشح للرئاسة، والنظام بدأ يقلق ويخاف، فصدر ضياء رشوان عشان يتكلم على جمال مبارك، فرد عليه علاء مبارك واشتبك معاه، وبعدين بيقولوا علاء الناس اتكلمت عنه فمش عارف حذف ايه وشال ايه، فمصطفى بكر اتدخل. ليلة كبيرة قوي سعادتك متعلقة بجمال مبارك وترشحه للرئاسة. تعالوا مع بعض كده نستعرض اللي حصل ونشوف، ونسأل السؤال: لماذا يخشى النظام ترشح جمال مبارك للرئاسة؟ نسمع ضياء رشوان قال ايه. سأل قانونيا السيد جمال مبارك رد عليه اعتباره، هل هو يعني، وحتى لو رد يعني القانون الواضح الدستور بيقول انه لو حكم عليه شخص اي شخص في جريمه ولو رد عليه اعتباره، دي مساله هتفحصها الهيئه الوطنيه للانتخابات. وبالمناسبه عشان بس الناس كلها تبقى مطمئنه للاجراءات، القانون واضح في ده انه قرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات قبل الاطعن عليها في محكمه القضاء، المحكمه الاداريه العليا للقضاء الاداري. وبالتالي لو السيد جمال مبارك حقه القانوني يترشح وهو عايز يترشح، انا سؤالي بس للسيد جمال مبارك، انا بساله على الهواء، انت عايز تترشح؟ لو المده قصيره يا ريت يعلننا عشان الناس تحسم امرها ومنهم انا. لطيف قوي يا عم ضياء، يعني لطيف والله، دمه خفيف. انت عايز تترشح؟ يعني اللي هو يعني حاجه كده بصراحه كلها ود وحب، وعايز تترشح يا جمال؟ الناس عايزه تحسم امرها، الناس متوتره. يعني هتترشح قول لنا عشان نعتقلك، هتترشح قول لنا عشان نلف لك قضيه، لو ماده قانون الانتخابات مش كفايه نعمل لك قضيه بسرعه، النيابه بتاعتنا والقضاء بتاعنا والاعلام موجود، وبص في لحظه يعني مش عايز اقول لك يعني. لكن الحقيقه المتحدث الرسمي باسم جمال مبارك وحسني مبارك وسوزان مبارك وعائله مبارك وحبايب مبارك ومحامي مبارك وكل حد عدى على نظام مبارك، السيد علاء مبارك اللي عامل لي بلوك على تويتر، ما اعرفش ليه الحقيقه. السيد علاء دخل في اشتباك مباشر مع ضياء وقال له: انت مالك، انت عايز ولا مش عايز؟ اما انت حشري صحيح. طلعوا لنا كده تغريده علاء لما نشوف، لان في كلمتين عايز اقولهم للسيد علاء الحقيقه. انت مالك علاء مبارك، الله يمسيه بالخير، اسمه ايه؟ سعد الدين، كان اسمه سعد الدين ايه، الدكتور سعد الدين اللي كان طلع معايا قبل كده ايام قناه الحوار، بساله سؤال قال لي: انت مالك علاء مبارك؟ فكرني بالموضوع ده. انت مالك علاء مبارك يرد على تساؤل ضياء رشوان حول عدم ترشح شقيقه جمال لانتخابات الرئاسه. ردا على ضياء رشوان قال علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على تويتر: وانت مالك عايز ولا مش عايز؟ اما حشري صحيح، حاجه ما تخصكش، ومالك ومال الشعب. بعدين بدأ الناس تتفاعل مع علاء، فقالوا له انه المادة بتاعة قانون الانتخابات الرئاسية ألا يكون حكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ولو كان قد رد اليه اعتباره، فقال هي جهزوا لها تخريجة فعايزين يخلصوا بسرعة. فعلاء مبارك رد قال له: هو في فقرة ناقصة عشان تبقى محبوكة كويس، ألا يكون اسمه جمال، انه المهم ما يبقاش اسمه جمال مبارك اهو. بعدين دخل مصطفى بكري على الخط وقال:
لذلك لن يترشح جمال مبارك، لان ده بقى المتحدث الرسمي بكل باسم مؤسسات الدولة كلها، نيابة عامة ماشي، قانون ماشي، قضاء ماشي، جيش ماشي، شرطة ماشي، على كتفها تنور، على بطنها تنور، على اي حتة تنور. مصطفى بكري رجل كل الموائد وكل العصور. تعالوا نشوف قال ايه عن جمال مبارك. فانت دي قضيه متعلقه بالنزاهه صدر فيها، حتى لو خدت رد اعتبار فانت ما خدتش رد اعتبار كمان، فدي مسائل اساسيه. ده بينسحب هذا الكلام على الاستاذ جمال مبارك. طبعا على كل بالظبط صدر حكم في 2015 وايد من محكمه النقد سنه 2016 بتاع القصور الرئاسيه وال125 بطل ونهائي بطل فلا يجوز. طب انت قاعد تعمل لي هاشتاج ومش عارف ايه وبتعمل وش حشد البتاع ده، ما القصد؟ ما القصد من فلان ولا من علان ولا من غيره؟ خلي جدل يعني. يا جماعه يا جماعه احرصوا على الوطن، على البلد، البلد دي لو ضاعت مش هترجع تاني، الناس لازم تفهم. البلد دي لو ضاعت هي هتضيع ليه يا مصطفى؟ ده جمال مبارك ده ابن حسني مبارك اللي انت كنت خدام لمؤاخذة عنده، هو وعلاء وجمال والأسرة الكريمة. هي البلد هتضيع ليه يا درش؟ ما انت كنت خدام عند دول يا حبيبي، وبعدين نزلت لنا التحرير عملت ثورجي، وبعدين رحت خدام عند المجلس العسكري، وبعدين بقيت خدام عند السيسي. فايه ده يا مصطفى؟ بس احنا مش بنتكلم على جمال، مش عارف جمال، عايز اجيب جمال بس مش لاقي حد جمال في الاخوان، فمش فاهم والله. يعني ده جمال مبارك يا درش بالراحة مصطفى، لان ممكن هوب يعني تويست يبقى ممكن جمال مبارك رئيس، ساعتها تطلع تقول ايه؟ ها بس انا مش هكلم مصطفى بكري. انا حقيقة الكلمتين دول قبل ما استقبل اتصالاتكم موجهين للسيد علاء مبارك، على طريقة محمد سعد في فيلم الناظر لما راح لعلاء ولي الدين في الفرح وقال له هو بابا ما جاش معاك ليه؟ هو احنا مش قد المقام؟ هو أستاذ علاء أنت بتتكلم باسم جمال مبارك ليه؟ يعني هو جمال ما جاش معاك ليه؟ هو احنا مش قد المقام؟ طب هو جمال ليه ما بيكتبش؟ طب ما جمال لما طلعت براءة مش عارف للوالد ولا مش عارف، طلع لابس بدلة كده وفندي، وكان أيامها بيقولوا في الإمارات، وعامل فيديو باللغة الإنجليزية، كاريزما صح يعني. هو جيمي ليه كده مش بيتكلم مع الناس؟ يعني لو كان هينزل انتخابات أو لا، يعني ده قراره هو، أو يمكن قرار السيسي مش قراره، فلو كان هينزل يعني، طب يعني جمال ما جاش معاك ليه؟ جمال ليه ما بيشتبكش على تويتر كده كمواطن مصري صالح وبيكتب؟ هل علاء مبارك هو المتحدث باسم أسرة المخلوع حسني مبارك؟ يعني هل علاء فاضي مثلا؟ جمال عنده مشاغل بجهاز حملته الانتخابية، فعلاء هو اللي بيديرها له مثلا على تويتر؟ هل علاء مثلا اشتغل محامي واحنا ما نعرفش؟ الحقيقة طبعا هو حر يكتب اللي هو عايزه، انا بقول لك الراجل عامل لي بلوك يعني، بشوف اخباره في الصحف زي سي ان ان كده. لكن الموضوع غريب والله، شويه غريب جدا. حد يطلع يشتم جمال علاء يرد، حد يطلع يسأل جمال علاء يرد، حد يطلع يقول لجمال هتترشح علاء يرد، حد مش عارف يقول ايه علاء يرد. ايه يا جماعة في ما يعني علاء مبارك هل انت فاضي لهذه الدرجة، ولا الاسرة معيناك متحدث باسمها، ولا انتوا في توزيع ادوار ان هو الجود جاي والباد جاي ومش عارف ايه والكلام ده، فانت بقى بتاع الحنكش اللي على تويتر وكده، وجمال بقى الراجل الرصين اللي هينزل في الاخر مرشح انتخابات يعني. فده الحقيقة سؤال مهم، اتمنى ان هو يصل للسيد علاء مبارك يعني، اذا كنت تتابع او لا تتابع الحقيقة. لكن لو وصلك اتمنى تجاوب علينا، طبعا دي حرية، انت حر تكتب ما تكتبش، دي حاجة راجعة لك. لكن انا بس فين الاستاذ جمال؟ ليه ما الراجل كان يعني في لجنة السياسات، وكان راجل عظيم جدا في الحزب الوطني، وكان بيطلع يعمل لقاءات تلفزيونية، وعنده كاريزما جبارة يعني. فمعلش احنا وحشنا جمال مبارك، جيمي زي ما قال الرئيس منتخب مصر كويس والأيام الحلوة دي، جمال وحشنا الحقيقة، فاحنا عايزين نسمع جمال. كفاية علاء خد جنب، انزل يا جمال، انزل الملعب، الناس كلها متوترة، نشأة قاعد مع مصطفى ومش عارف مين طالع وديا رشوان، واضح ان انت عامل لهم هسهس. أستاذ جمال لو سمحت انزل الساحة، محتاجاك ومصر بتناديك، الوطن ده بيرحب بأبنائه الكرام. وأنا مش مصدق أن أنا بقول الكلام ده والله، بعد 12 سنة من ثورة 25 يناير ضد مبارك، أب وابن ضد الفردة والاستبن، لكن أهو عبد الفتاح السيسي خلى الناس على رأي صحيفة أجنبية، تقرير أجنبي الأسبوع اللي فات كنا بنناقشه، قال لك تترحم أو تتندر على أيام حسني مبارك. خلينا ننقل السؤال، ليه النظام بيخشى ترشح جمال مبارك لمحمد من مصر؟ اهلا بيك يا محمد. محمد، طيب ام محمد اهلا بيكي، ام احمد، ام احمد اهلا بيكي. اهلا بيكي دكتور اسامه، السلام عليكم. عليكم السلام. والف سلامة على والدة حضرتك. الله يسلمك. الله يا ربنا يشفيها كده شفاء لا يغادر سقما باذن الله. اللهم امين. وطبعا النظام خايف من جمال مبارك طبعا، الناس بعد اللي شافته في العشرية السوداء دي
اكيد ناس كتير اللي مش فاهمه برضو اساسيات الموضوع. ايوه بتترحم على ايام جمال، على ايام جمال ووالده، يعني ايام ابو علاء بقى كل ما ترجع يقول لك الله يرحمك يا ابو علاء، احنا كنا عايشين وكنا لاقيين وكنا في امان لحد ما، والدنيا كانت ماشيه وكان عامل حساب للشعب وما جاش جنب الدعم وي وي وي. ولكن احنا مش عايزين ننسى ان هم دول اللي اسسوا لدولة الفساد، وهم اساس اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وهم اللي ساعدوا تمرد، وهم الدولة مبارك هي اللي وصلتنا للي احنا فيه دلوقتي. فهم باصين ان جمال بقى ده خلاص ده مش من الجيش، ده راجل مش عسكري، وشوية الهاشتاجات والحاجات اللي عاملينها اللجان اللي هم طبعا مشغلينها، فالناس يقول لك اهو مش من الجيش وهيبقى مش تبعهم، وهم خلاص سرقوا وشبعوا عندهم مليارات فهم مش هيسرقونا تاني، هم كده هيشتغلوا عشان الشعب. لا طبعا، عمر دولة ما هتتبني على ايد فسدة ايا كان هيعملوا ايه. طيب جميل، شكرا جزيلا يا ام احمد. معانا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور اسامة؟ الحمد لله بخير. استاذ حضرتك بس في نقطتين، الاول طبعا انا هجاوب على سؤال الحلقه، وبعد كده في نقطه مهمه جدا بس عايز اطرحها لحضرتك يعني. اتفضل. سؤال الحلقه، طبعا انا من وجهه نظري ان جمال مبارك عليه علامات استفهام كتير، وسهل جدا جدا ان الاعلام يعمل عليه حمله قويه جدا ويطلع فضايحهم، وسهل يوقعوه. الجيش مش هي يعني اللي طبعا خلينا متفقين ان الجيش هو اللي عمل ثوره 25 يناير عشان التوريث، او دي من وجهه نظري يعني. فالجيش مش هيسمح ان واحد مدني يمسك، حتى لو مرشح من السعوديه والامارات، حتى لو اتفقوا على ترشيحه، طبعا هم مختلفين دلوقتي، بس حتى لو اتفقوا على ترشيحه فالجيش مش هيسيبه، مش هيسمح ان واحد مدني يمسك. اللي هيمسك من وجهه نظري ان حد مدعوم من اوروبا ومن الخليج من الجيش هو اللي هيتحول يمسك بدل السيسي. بس مشكله من وجهه نظري طبعا المتابعه، مشكله الجيش في دلوقتي المفغن، ازاي هنشيل السيسي من خط غيره؟ طب هو معلش يعني يا محمد، بس عشان ما نتشعبش في الكلام كتير، طبعا اللي انت قلته عن الثورة ده لو فتحت نقاش معاك فيها نخلص الحلقة، فخلينا نتجاوزه. ليه النظام خايف من جمال مبارك لو هو الجيش مش هيقبل بيه؟ طب ليه طالعين يشوهوه، طالعين يهاجموه الكام يوم اللي فاتوا؟ لسبب واحد، ان الوحيد اللي يقدر يعمل علاقات مع الخليج ومع اوروبا ومع امريكا، يعني الوحيد اللي عنده سهوله التواصل، فهي راجل بقى من اسم من بيت رئاسي، سهل يتواصل، الناس لازم تعمل له اعتبار بره، فسهل يعني، هو الوحيد اللي يقدر يبقى دولي غير اللي المرشحين اللي في مصر هنا اللي بيطلعوا اخرهم يعني قرايبهم اللي بيكلموهم. فدي وجهه نظر يعني. طيب جميل، مشكور. انت كنت عايز تقول حاجه تانية؟ ده موضوع جميل. استاذنك نقطه مهمه جدا جدا، يا ريت حضرتك والساده المذيعين الافاضل استاذ محمد ناصر، استاذ معتز، الناس كلها المحترمين دول، لازم انت الفتره دي في بيع بشكل كبير جدا في مصر، في اصول مصر وفي الانديه وفي حاجات كتير قوي. انت حضرتكم مسؤولين ان انتوا تجيبوا ناس قانونيين يفهموا الشعب ويفهموا الناس ايه مدى قانونيه البيع ده، ولو حصل تغيير في النظام او ثوره ازاي نقدر ان احنا نرجع الحاجات دي بقوه قانون، سواء تمام. مصري او دولي. ماشي يا محمد، تمام، وضحت يعني الفكره، وبشكرك عليها جدا، اقتراح في محله، شكرا جزيلا. معانا عصام من النمسا، اهلا بيك يا عصام. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور، ازاي الصحه؟ الحمد لله بخير. والله انا ليا راي مختلف خالص، ان الشعب المصري عشان يقول كلمه زي دي الله يرحم ايام مبارك، المستهل اللي احنا اتعودوا على الذل والهوان، وتعود ان يكون شعب عبيد مش شعب احرار. الشعب اللي بيفكر بس ان يوفر لقمه عشان بطنه. عصام انا معلش، انا اسف بس انا مش بتكلم عن الشعب المصري دلوقتي عصام خالص، انا بسال سؤال واضح مكتوب على الشاشه، ليه النظام بخايف من جمال مبارك وبدا يهاجمه؟ لو عندك اجابه تفضل. من جمال مبارك لان الحله واحده، الطبخه واحده. يعني ايه؟ يعني الاثنين، اذا كان مبارك
وابنه والسيسي وعائلته الاثنين حرامية، الاثنين عارفين اللعبة، الاثنين خايفين من بعض لان كشفين بعض، عارفين ان دي التورتة وعايزة. بس هو ده الموضوع. طبعا. واللي هم الصحفيين اللي بيأيدوا الموضوع ده وإصارة الرأي العام وكلام ده كله، ده كله مصالح شخصية لا أكثر لا أقل، مصالح شخصية. شايف ان الصحفي ده مصلحته مع السيس أدافع عن السيس، مصلحته مع جمال مبارك أدافع عن جمال مبارك وأيده وأنا وأبوس جزمته حتى. فاهم قصدي؟ لكن مصدر. عشان مصلحة الشعب المصري مفيش حد بيعمل لمصلحة الشعب المصري، اللي بيعمل لمصلحة الشعب المصري في السجن، في السجون، الأحرار الأشراف في السجون اللي هم كانوا بيخدموا الشعب ده بعينيهم، مش مستنيين منه تعريفة، ضحوا بحياتهم وأولادهم وأموالهم ومراكزهم وكل حاجة عشان الشعب ده، والشعب صحيح. اللي هو نايم هم على بعض. طيب نشكرك جدا يا عصام، شكرا جزيلا. طبعا انا مش معاك ابدا في الاوصاف اللي قلتها للشعب. الشعب المصري ده هو انا وانت وغيرنا، لو احنا فايقين زي ما بتقولوا همنا مش على بطننا وبنتكلم على الحريه، فدورنا ان احنا نفضل نكلم الناس التانيه، لكن لا نشتمهم ولا نقلل منهم ولا نتجاوز في حقهم، لان هو ده الشعب المصري. معانا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. محمد اهلا بيك يا دكتور اسامه، اهلا بيك وكل كل من يمثل صوت الشعب الحر كل مكان في العالم. انا من وجهه نظري ان النظام يستهدف جمال مبارك بالتحديد علشان ده المنافس الوحيد ليهم اللي يقدر يحصل على دعم الخليج، وده يعني انا اعتقد ان دي اهم نقطه، ان جمال مبارك بصفته راجل يمثل الدوله العميقه ويمثل النظام العسكري برضه، حتى لو كان هو مدني لكن هو امتداد للدولة العسكرية، فممكن يكون هو خيار آخر للداعمين الخليجيين، إن هو ممكن يمثل مرحلة تانية بعد فشل الزريع المرحلة السابقة في العشر سنين اللي فاتوا دول. فمن وجهة نظر إن هم بيحاولوا، وطبعا لن ينطلي عليه أوصاف التشويه اللي بتطال كل من يمثل الثورة، ثورة يناير، ان الراجل طبعا هو اللي قامت على الثوره، فكل تشويه الثوره اللي حصل الفتره اللي فاتت ده في حد ذاته يمثل دعم لجمال مبارك. يعني هما من حيث ان هما بيحاولوا يهدموا يشوهوا الثوره، هما في نفس الوقت بيضيفوا لتاريخ جمال مبارك وحسن مبارك. فهو جمال مبارك بالفعل ليه وجود حقيقي في الشارع، الشارع اللي رفض، حتى الشارع اللي رافض، اللي شايف ان ثوره يناير ما كانتش ناجحه او ثوره يناير كانت ضد الشعب ويعني وادت للوضع ان هو يتدهور، لا الشعب في ناس كتير شايفه. طبعا انا دي مش وجهه نظر، انا شايف ان جمال مبارك والسيسي كلهم اوجه لنظام فاشل عسكري، مصر مش هتتقدم ولا هتشوف خير غير بعد رحيل النظام ده. شكرا جزيلا يا محمد. فوجهه نظري انه بشكرك يا محمد، وضحت وجهه نظرك، شكرا جزيلا. علاء من مصر، اهلا بيك علاء. طيب معنا نادر من المانيا، اهلا بيك يا نادر. بيك يا اسامه، وحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اوكي، للاجابه على سؤالك لازم ننظر الاول في معايير القوه لدى النظام الحالي من نظام عبد الفتاح السيسي. نظام عبد الفتاح السيسي لا يعترف اصلا بوجود الشعب المصري، هو مطلع الشعب من المعادله، فلازم ننظر في معايير القوه اللي هو بينظر ليها النظام الحالي. اول حاجه المال، جمال مبارك بيملكه يعني بكل قوه. سلطان، جمال مبارك له مؤيدين، نختلف او نتفق، هو كان من المطبخ السياسي مع ايام والده، فهو له يعني شعبيه داخل جنرالات الجيش. وبعض الضباط الصغار اللي بقى يعني او اللي اصبح الان موضوع الازمه الاقتصاديه مأثر على حياتهم، فعايزين يخرجوا خروج امن، ولكن مش قادرين يخرجوا خروج امن الا بوجود حد يامن لهم الخروج ده. فجمال مبارك هو افضل خيار ليهم، فهو سيسي مرعوب من هذا الامر، انه مهما يكون حتى لو مسيطر على المخابرات فهو مش مسيطر على كل جنرالات وضباط الجيش. لازم نتفق على هذا. طيب ما لو السيسي مش مسيطر على الناس دي، جمال مبارك مش مسيطر على حد اصلا لانه من بره الجيش. تمام، اتفق معاك تماما. ولكن لو جمال مبارك ظهر بصفه المرشح هيبقى فيه قلق. انا برد فقط على سؤالك ونضع سيناريوهات. الامر الثالث والاهم هو انه جمال مبارك لديه قبول كبير جدا في الاوساط الغربيه من جانب والاوساط الخليجيه بشكل اكبر. جميل، خليك معايا نادر. طيب خليك معايا ما تقفلش لو سمحت، خلينا نعرف وجهه نظر ثانيه. معانا نورسين من مصر، اهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور اسامه، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا.
الان. فدلوقتي هو بالنسبه لجمال مبارك لا يصلح، لانه هو مش خوف من من منه من الجيش اللي هو بيخشى جمال مبارك، لا، بس هو اصلا مهتم بالقضايا، حتى لو تبرا منها القضايا دي او ترد لي السماح هو لا يصلح. وبعد كده انا من وجهه نظري يا دكتور اسامه، وانا عارفه ان في متصلين كتير في البرنامج هتهاجمني، انا افضل رئيس ان يكون ذو خلفيه عسكريه. يعني انا طيب احنا مش بنتكلم دلوقتي على افضل رئيس. نور لو سمحتي خلينا نتكلم الاعلام المصري اللي هو مقرب ولا يخدح من راسه، بيتعامل باوامر من السيسي وعباس كامل، ضياء رشوان منسق الحوار الوطني والذي لا يخدح من راسه ايضا، في حمله في اليومين ثلاثه اللي فاتوا ضد جمال مبارك، ده مؤشر ان هناك قلق داخل النظام المصري من جمال مبارك. احنا بنسال ليه؟ حضرتك ما جاوبتيش على السؤال، اتفضلي. بالحقيقة القضايا المتهم كان فيها لا تقدر يترشح، طالما حتى لو تبرع منها القضايا دي أو سيبك من القضايا بس يا نور لو سمحتي، هو لو القضايا والموضوع محسوم ما كانوش خافوا وهجموه، هم بيهاجموه بقالهم يومين، هل عندك تفسير؟ والله ده ما هو حضرتك ما فيه مرشحين زيه، يعني هو حضرتك يقول لك وقتي أنا في عهد الرئيس مبارك عشت في أمن واستقرار، وحتى وإن كان فيها أخطاء وما له وما عليه، لكن زمان مبارك لا يصلح يعني انت ليه مش عايزه تجاوبي على السؤال يا مدام نور؟ انا مش بناقش جمال مبارك يصلح ولا لا، انا سؤالي واضح مكتوب على الشاشه عشان ارجع لنادر تاني في المانيا. ليه النظام خايف من جمال مبارك؟ ليه النظام خايف من ترشح جمال مبارك؟ وده اللي باقي من اليومين اللي فاتوا. عشان انه مثلا يقول جمال مبارك ليه شعبيه مثلا، يعني لا ما لهوش شعبيه، مش هينافس الشعبيه هو مدام نور. انا عايز افهم حاجه، انا ليه بسالك السؤال فانت بتحطي فرضيه وتبداي تجاوبي على الفرضيه اللي انت يعني قلتيها من غير ما تجاوبي على السؤال؟ النظام ليه خايف من ترشح جمال مبارك؟ عندك اجابه ولا اروح لمتصل تاني؟ طب ما انا اقول لحضرتك على اساس ان هو خايفين من شعبيته مثلا يبقى في تنافس بين لا طبعا مش هيحصل، الرئيس السيسي هو اللي صعبيه اكتر. انت بتعيدي نفس القصه تاني. انا بشكرك جدا يا مدام نور والله، شكرا جزيلا، بس انا الحوار بالطريقه دي هو مضحك ليا جدا. يعني انا ما ينفعش اسال حضرتك سؤال فانت تقولي عشان كذا، لا ما هو اصل كذا كذا. انا بسال سؤال، قولي الاجابه اللي انت شايفاها وبعدين انا اناقشك فيها، لكن انت بتديري حوار سؤال واجابه مع نفسك وبتجاوبي عليه، فده امر غريب جدا. طيب معانا محمد من السويد، اهلا بيك يا محمد. محمد والفريق اعدادك اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. دكتور اسامه، النظام بيخشى من ترشح جمال مبارك لان جمال مبارك عنده من الادوات ما لا يملكها غيره. عنده الدعم الخارجي، عنده المال الداخلي، عنده الدوله العميقه داخل مصر اللي ممكن تسنده وتزعج نظام السيسي. جمال مبارك مجرد ان هو يظهر في الصوره ده اكبر ازعاج للنظام الحالي، لأسباب كتيرة ذكرت لحضرتك منها جزء، والجزء الثاني والأهم هو ورق الضغط من الخليج بيحاولوا ياخدوا بيه أكبر تنازلات من النظام المصري. هو النظام نفسه لن يسمح لا لجمال مبارك ولا غير جمال مبارك إن هو ينجح، وده أمر محسوم يعني تماما، ولكن القصة هي كروت الوقت بيلعب بها الخليج مع النظام المصري. جمال مبارك بعبع، نعم ممكن يخوفه، ممكن الوحيد، كل اللي مترشحين أمام السيسي كلهم ما لهمش أي أرضية ولا خلفية ولا مساندة دولية، ولكن الوحيد اللي ممكن يحظى بده هو جمال مبارك. عشان كده لازم الأذرع الإعلامية تطلع بسرعة، ولازم تهاجم ولازم تفند. والحقيقة المضحك في الموضوع إن هم لا يملكوا أن يمنعوا جمال مبارك سواء كان خارجيا أو داخليا من الترشح، للأسف هو ده الإزعاج الحقيقي. بشكرك جدا محمد من السويد. عاطف من مصر، أهلا بك عاطف. عاطف معنا، أهلا وسهلا. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. بص حضرتك، لو فعلا النظام بيخشى جمال مبارك يبقى هو مدعوم من الإمارات. هتقول لي ايه دليلك؟ الادله كتير. قبل كده لما حب يروح يقدم واجب العزاء في وفاه حد في الامارات ما قدروش يمنعوا النظام، فهو لو هو فعلا خايفين منه يبقى الامارات هتدعمه 100%، ما عدا ذلك كل ده هتبقى فرقعات
ورأي عام وكلام في الهواء بس. بس لكن أنا ما أتوقعش إن النظام يخاف من جمال مبارك. أتوقع في طرق كتير وحيل كتير اللي بيها نقدر نحجمه أو نوقفه، اللي هي لو تفتكر عمر سليمان الله يرحمه لما توفى قبل ما لما ترشح للانتخابات الرئاسية قالوا له أنت عندك مش عارف كم توكيل ناقص في أسيوط. ففي من ضمن الحيل والطرق كتير كتير كتير، فاحنا للأسف احنا بنتعب أعصابنا وبنتعب نفسنا في حاجة مش هتخلص غير من عند ربنا. طيب مشكورك جدا يا عاطف. أبو محمد من مصر أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ نزيحات أهلا وسهلا. الله يكرمك. أعتقد أن النظام مش خايف من جمال مبارك غير لتغيير الوجهة الرئيسية فقط اللي كان جاي بيه اللي جاب السيسي. السيسي دي مهمة خاصة، اما جمال مبارك ده راجل من النظام عادي خالص ما فيش اي مشكله، ولكن الخوف ان هو يغير الوجهه اللي جاي اساسا، طبعا اللي هي الاربع مهمات الرئيسيه اللي يجي بيها النظام الحالي اللي هي امن اسرائيل، هدم الاقتصاد المصري، هدم الهواء الاسلاميه، ان مصر تني تحت الهيمنه الامريكيه الاوروبيه بما فيها اسرائيل. اربع مهمات حولهما يدندن كل قنوات المعارك اللي هي امن اسرائيل، هدم الاقتصاد المصري، هدم الهويه الاسلاميه، ان مصر تني تحت الهيمنة الأمريكية الأوروبية. غير كده مفيش خوف من جمال مبارك. لو جمال مبارك هيجي بنفس الهوية بنفس النظام، لا هيجي جمال مبارك، لأن إحنا ما عندناش تحكم مين يجي. أنا كنظام أنا ما حكمش مين يجي أو مين يروح. طيب بس بتتحكم بس النظام بيتحكم في الإعلام وفي ضياء رشوان، ليه بيخليهم يهاجموا جمال مبارك؟ من النظام عادي، إحنا كلنا عيلة واحدة، دول كلك عيلة واحدة. ده اللي كله بالكامل شخص من النظام يتحدث بلسان النظام ايا كان الاختلافات، بقى احط لك شويه اختلافات من ده وشويه اختلافات من ده، كل ده مثلا بيضحك علينا. ولكن اذا جهنا جمال مبارك بالاربع اسباب اللي قلت لك عليه، اربع اتجاهات اللي قلت لك عليهم، لا هيجي جمال مبارك. طيب. مش مشكله يروح مثلا واحد من النظام ويبقى جسم النظام كله بقى عادي، ممكن يموت السيسي. بشكرك جدا زي ما مات مبارك، مش مشكله هيجي مكان كده كده هيجي مكان نظر يعني موضوعيه. بشكرك جدا. محمد من فرنسا اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. انا بايد مع الاستاذ محمد من السويد على كل كلامه، اللي هو يعني هو عنده ارضيه وعنده قوه خارجيه يعني بس السؤال يا استاذ اسامه، هو هيقبلوه ورقه في الترشيح؟ ده سؤال مهم. الاستاذ مصطفى بكري حسم الموضوع وقال لك لا، لن يستطيع ان يترشح، حافظوا على الوطن. يعني طيب يعني خلصانه. طيب ما هي لو خلصانه يعني ليه بيشتموه؟ ليه بيهاجموه؟ ليه طالعين يتكلموا عنه؟ ما هي لو خلصانه بالقانون مش منطق ان هم يفتحوا الموضوع اصلا، صح ولا ايه؟ صح. طيب ما هو ده اللي احنا بنساله. العبهم كتير على راي الدكتور محمد مرسي الله يرحمه، العبهم كتير. طيب وما تعرفش ايه اللي في جعبتهم. شكرا جزيلا ليك يا محمد من فرنسا بشكرك. احمد من بريطانيا اهلا بيك يا احمد. احمد من بريطانيا. السلام عليكم هشام. عليكم السلام. الحمد لله على سلامه الوالده. الله يسلمك ان شاء الله، نتمنى لها الشفاء العاجل باذن شكرك. الله الله يسلمك يا رب. والله يا اسامه دلوقتي انا مش عارف يعني احنا بندي للموضوع اكبر من حجمه. انا شايف ان جمال مبارك ورقه هشه محروقه لا تاثير لها لا من الخليج ولا من الغرب. لما هم بيعملوا ايه؟ زوضعوا الخنجال مع تغيير الوجوه. الاول كان طنطاوي في لبنان ونازل وحيعمل وحيخلي وحيفتح وحيقفل، مش باين له حس. نفس الحكايه جمال، هم جمال ده مجرد زوبعه لكن ليس له اي تاثير ولا حيقدر. لو نزل قدام طنطاوي يكتب اكتساح، ده على سبيل الفرضيه. هو يعني ما نديش الموضوع اكبر من حجمه لانه لا يمثل شيء. النظام الحالي عارف كده كويس جدا. هو في جميع الحالات زي ما هو لو كده. هو لا يمثل شيء يا احمد وملوش اي وزن ولا حجم، بيتكلموا عنه ليه؟ احمد حاجه معينه
لكن جمال محروق مدى بيتشال من ايام والده. احنا ليه نسينا ايام مبارك خدوا امريكا واوباما رفضوا؟ مالوش اي تأثير لدولي ولا اقليمي. طيب. هو ورقة محروقة بس دي الزوبعة اللي عملها النظام عشان يبين شكل الديمقراطية بس هو اللي بيعملوه ما بيبينش شكل الديمقراطية. احمد انا بشكرك جدا. هو بيبين ان هم قلقانين من حاجة معانا احنا مش فاهمينها الحقيقة. شريف من مصر اهلا بك يا شريف. شريف يا شريف معانا. طيب احمد من مصر اهلا بيك يا احمد. السلام عليكم ازيك يا دكتور اسامه؟ عليكم السلام اهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور اسامه اخبار حضرتك؟ تعمل ايه؟ الحمد لله بخير. انت طيبين وانت طيب. بص حضرتك يا دكتور والله هو قصه جمال مبارك دي حضرتك اللي بتتكلم عنها دي حضرتك جمال مبارك من الاعلام والخبرات تمام لاني جمال مبارك الى الان ما طرحش اي تعليق على الانتخابات هو اللي بيطلع على واللي بيتكلم على وجمال اللي الظاهر عليه رفض القصه اللعبه الخبيثه دي وهم طبعا منزلينه عشان الشعب المصري لا احنا نرجع نظام القديم تاني يبقى احنا عبايط مش عارف ايه ويعملوا جدل ولكن هي الانتخابات محسوبه 69 68 للسيسي وهو حب ينزل بدل ما ينزل واجهه قويه عسكريه لان اي لو نزل اي ضابط عسكري هياخدها لكن كل اللي نزلين عبد الصمد امام جمال مبارك مش عارف مين ده كله ده معروف ان الشعب مش هيديله هو عطاله مش هيديله النسبه اللي تنجحه ويبقى صوره السيسي كده صوره محترمه وراجل طلع 69 70. شكرا جزيلا ليك يا احمد بشكرك جدا وبشكر كل اللي شاركونا الحقيقه على مدار الساعه في الاتصالات والرسائل وعلى السوشيال ميديا ايضا بكره ان شاء الله اشوفكم 7 بتوقيت القاهره اصبحوا على خير.